مشاهدينا الكرام مساء الخير. غدا يكمل العهد سنته الأولى، ومع السنة الأولى قانون انتخاب ما زالت بنوده التطبيقية مثار خلاف وجدل بين الأطراف السياسية، وحكومة تترنح أحيانا على وقع التباينات ثم تبقى واقفة بقدرة قادر، وملف نزوح يثقل كاهل البلد ولا يسلك بعد طريقه نحو الحل. وعلى أبواب انتخابات نيابية واقعة مبدئيا بعد 6 أشهر، تبدأ منذ الآن وتيرة المواقف والتحالفات والحسابات السياسية والانتخابية، وكله يهون في سبيل حصد الأصوات والمقاعد. في حلقة الليلة أستضيف عضو مجلس قيادة الحزب التقدم الاشتراكي الوزير السابق النائب وائل أبو فعور. مساء الخير معالي الوزير، أهلا وسهلا فيك. طبعا بالجزء الثاني من هذه الحلقة بدي ألقي الضوء على موضوع المدارس الخاصة بين حقوق الأساتذة والمعلمين وزيادة الأقساط والإضراب المرتقب ب2 تشرين الثاني. معالي الوزير، طبعا في عنا عدة محاور وأسئلة، وبالطبع يعني الحزب التقدم الاشتراكي والنائب وليد جملاط في صلب كل هذه الملفات، بدءا من زيارات الوزير جبران باسيل إلى شوفو علي، ثم موضوع الانتخابات والتحالفات والعلاقات مع الأطراف السياسية، وموضوع السنة الأولى من العهد الرئاسي وموقفكم أساسا من التسوية التي حصلت منذ سنة، وخلال هذه السنة العلاقة مع بعبدة ومع الأطراف السياسية. بدي أبدأ معك من زيارة الوزير جبران باسيل إلى الشوف اليوم. هذه الزيارة بدأت اليوم بتغريدة ترحيبية من وليد بيك، لما بيقول زيارة باسيل إلى الشوف جدا مهمة لتثبيت الحوار والانفتاح والتأكيد على المصالحة، وقال قانون النسبية يعطي كل ذي حق حقه بعيدا عن الاستئثار. يقول باسيل ردا ربما: المصالحة خط أحمر ولن يمس بها أحد، وما قاله جملاط هو ما نقوله نحن. هذا الكلام اليوم هل يعني أن غيوم رشمية وسوء الغرب زالت تماما بينكم وبين جبران باسيل؟ بالطبع الزيارة اليوم كانت إيجابية جدا، وتلقفناها كحزب وتلقفها رئيس الحزب بشكل كثير إيجابي، خاصة كلام الوزير جبران باسيل اللي كلام مهم، اللي هو التأكيد على المصالحة وعلى الالتزام بالمصالحة، لأنه بالزيارة الأخيرة ربما أسيء فهم كلام الوزير باسيل، ربما نحن أسأنا فهمه. كان مهم أنه يطلع اليوم الموقف اللي ما بدي أسميه موقف تصحيحي أو توضيحي على الإطلاق، بدي أسميه موقف حقيقي تأسيسي بيأكد موقف التيار الوطني الحر من موضوع المصالحة، لأنه المصالحة بالنسبة لنا مش خيار عابر. بالنسبة لوليد جملاط المصالحة تعلو السياسي. وليد جملاط عندما أخذ خيار المصالحة أخذه كخيار أخلاقي وليس خيار سياسي، خيار شخصي وخيار عام. بحب بس ذكرك سيز جورج بخطاب وليد جملاط ب 19 أذار ذكرى استشهاد المعلم كمال جملاط، استعمل تعبير ذكرى 40 سنة بالضبط، ذكرى 40 سنة بالحشد الكبير اللي كان وبجو التحدي السياسي اللي كان قائم، وكان وقتها لا يزال يتم فيه نقاش قانون الانتخاب، لم يؤخذ الخطاب يعني لم يعطى الاهتمام الكافي. استعمل وليد جملاط خطاب وتعبير بالخطاب ذكرني فيه امبارح أحد الرفاق: ادفنوا موتاكم وانهضوا. وليد جملاط ورث عباءة ملطخة بالدماء وقال ذلك في الخطاب، لا يريد أن يورث عباءة ملطخة بالأحقاد. الصراع السياسي مفتوح، التنافس الانتخابي مفتوح، ولكن المصالحة خيار مكرس، حق للمواطنين ليس حق للسياسيين، يجب المحافظة عليه. كلام الوزير باسيل اليوم بيجي بيلاقي هذا المنطق من قبلنا، وهي فرصة أنا أقول الليلي، وكنت حكيت الأسبوع الماضي بتصور، أنه التيار الوطني الحر شريك بالمصالحة. مش صحيح أنه بس اللي تقاتلوا. أولا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون كان خصما عسكريا في الحرب، كان يترأس الجيش اللي كنا منصنفه أنه خصم لإلنا، وإذا لم يكن التيار في تلك المرحلة قائم كتيار سياسي، رمز كان التيار كتوجه. كان موجود بالمؤسسة العسكرية، وكان في ذلك الوقت هو في موقع الخصومة العسكرية والسياسية معنا، وبالتالي هن كانوا شركاء في الخصومة السياسية بالحرب، وهم شركاء في المصالحة. اللي صنع المصالحة بشكل أساسي هن شباب التيار الوطني الحر، شباب حزب الكتائب، شباب القوات اللبنانية، حزب الوطنيين الأحرار، وفيما بعد ذلك
يمكن بالمشهد الأساسي اللي هو عنوان المصالحة صورة البطريرك صفير مع النائب وليد جنبلاط، ما كان طيار الوطن الحر ممثل سياسيا لأنه بحكم عملية النفي اللي كانت بحق العماد ميشيل عون، بحكم عملية السجن اللي كان بحق الدكتور سامي الجعجع، ولكن الطيار الوطني الحر كان شريكا أساسيا في هذه المصالحة، ونضالات كثيرة من التي خاض الطيار الوطني الحر وشباب الطيار الوطني الحر هي التي أسست لهذه المصالحة. تبعال بس شو اللي تغير من أسبوعين لليوم؟ من أسبوعين كان كلام الوزير جبران باسيل غير هيك، وكان الرد غير هيك. يعني أنت رديت علي من رشية على رشمية وقت قلت أنه نبش القبور لا يفيد في هذه المرحلة، شوي بعدين قلت لأجل المصالحة رح نعتبر الكلام اللي سمعناه أنه أسأنا فهمه وفسرناه على غير محمله، وأنت عادة لا تسيء الفهم، يعني عادة تستوعب مزبوط. ليش تحاملت على نفسك وقلت أنه أسأت الفهم كرمال شو؟ لأنه خيارنا السياسي أنه المصالحة تستحق كل التضحيات. حصل اتصالات سياسية من قبلنا مع الطيار الوطني الحر، كان محور النقاش مع الوزير جبران باسيل أنه الجبل لا يحتمل هيك خطاب سياسي عالي. الوزير جبران باسيل أجاب أنه أنا أسيء فهم كلامي، ليس هذا ما قصدته، قصدت ربط الحقيقة بالمصالحة ولم أقصد على الإطلاق إعادة فتح جروح الذاكرة. وتم الاتفاق من بيننا وبينهم بأنه دون تقييد لأي خطاب سياسي لا من قبلهم ولا من قبلنا، دون أن يكون هناك لا سمح الله حظر سياسي علينا أو عليهم، أن يكون هناك تأكيد على الالتزام بالمصالحة ومراعاة لخصوصية الجبل في هذا الأمر، وهذا الذي حصل اليوم. وأنا بتشكر الوزير باسيل على كلامه. طب هل صحيح أنه حصل اتصال ساخن بينك وبين الوزير باسيل كما وصفت صحيفة الحياة بعد الكلام اللي انحكى بجولة حصل عليه؟ حصل اتصال ودي قلت للوزير باسيل فيه بأنه الجبل لا يحتمل نبرة عالية أو إعادة تذكير بالملفات الماضية. أجابني الوزير باسيل أنه أنا أبدا مش هيك اتجاهي، وأنا بعرف حساسية الجبل وأنا حريص على هذا الأمر. وكل الاتصالات التي حصلت والتي تحصل حتى اليوم خلال زيارته كان في اتصالات بيننا وبينه كانت ودية. واليوم الحزب الاشتراكي حضر ممثل لرئيس الحزب الرفيق أكرم الشهيب بمعاصر الشوف، وحضر الأستاذ نعمي طعمي وكل البلديات ووكيل الداخلية بالشوف كمان كان حضرنا بهذه المناسبة. ونحن بنعتبر أنه وجود الطيار الوطني الحر كما وجود غيره من الأحزاب غنى لهذه المنطقة تحت سقف هذه المصالحة التي تضللنا جميعا. ولكن اليوم إذا بدي أرجع لكلام الوزير باسيل، طبعا اعتبر أنه المصالحة خط أحمر ولا أحد يمس به، ولكن حكي عن موضوع التوازن اليوم، قال بيرجع الشوف لقوته لما بيرجع التوازن فيه. التوازن مفقود. شو يعني التوازن مفقود كما قال جبران باسيل؟ أي بصرف النظر عن صحة الكلام أو عدم صحته، بصرف النظر عن ما قد يقال سياسيا بأن مطلوب توازن أو مطلوب شراكة كأنه ليس هناك توازن وليس هناك شراكة، لأنه من وجهة نظرنا هناك توازن وهناك شراكة، وهناك حرص من وليد جنبلاط على أن يكون حتى التوازن لغير مصلحة الشريحة الدرزية للحفاظ على النسيج المشترك. إيه بس رغم هيك عم بقول لك عم بيعتبر كل هذا الخطاب لا مشكلة عليه طالما أنه تحت سقف المصالحة. نحن بالنهاية مش عم نطلب من أي طرف سياسي بيطلع على الشوف أو موجود بالشوف بأنه يلتزم بأدبيتنا السياسية. حريته بقول رأيه مفتوحة، ما في مشكل. نحن بدنا الشراكة، مطلبنا الشراكة، سعينا الشراكة. وليد جنبلاط برأينا نحن طبقنا الشراكة بكل المراحل السياسية السابقة، إن كان على المستوى السياسي، إن كان على المستوى البلدي، إن كان على المستوى الإنمائي، ومستعدين للإصغاء والنقاش بروح منفتحة حول كل القضايا طالما أنه النقاش يحفظ هذه المصالحة ويجري تحت ظلال هذه المصالحة. إيه بس لما بتكون المصالحة كله تحت سقف هذه المصالحة، وبينحكى عن توازن المفقود، بينحكى عن العودة في الإدارة في بيروت كما في الجبل، العودة الجسدية والنفسية والسياسية والآخرية، كله تحت سقف المصالحة، بتصير هالمصالحة مع عادل الوزير بتصير كأنها شعار لما بيكون كل هذه الانتقادات. بالأسبوع الماضي حتى حصل نقاش مع فخامة الوزير الرئيس ومع الوزير باسيل، حصل نقاش حول المواقع الإدارية بالجبل، وأجاب وليد جنبلاط بأنه نحن على استعداد ومنفتحون لكل النقاش حتى بأصغر التفاصيل. ما عندنا مشكل، ما عندنا حظر. ليش هالقد مسالمين وهالقد لأنه المصالحة مستعدين لكل شيء؟ لأنه كما قلت وليد جنبلاط ورث عباءة ملطخة بالدماء.
ولا يريد أن يورث تيمور جملاط والجبل عباءة ملطخة بالأحقاد. وليد جملاط طوى الصفحة في آب العام 2001 ولا يريد أن يفتح هذه الصفحة صفحة الخصوم تحت أي اعتبار، حتى ولو على حساب مكتسباتكم وحقوقكم ودوركم ومركز مراكز قوتكم، حتى على حساب كل هذه على الإطلاق. نحن قوتنا الأساسية بالمصالحة. مسألة نقاش مكانتنا السياسية ودورنا بالنظام السياسي هلق بيجي بالنقاش حول العهد وحول قانون الانتخاب. بالجبل ما عنا أي محظور على الإطلاق، إذا كان في أي ملاحظة احنا مستعدين نسمعها، رغم قناعتنا الكاملة أنه نحن لبينا كل مقتضيات الشراكة بقناعة ذاتية من قبلنا، بس حتى النقاش اللي حصل معنا بالأسبوع الماضي جاهزين له، ما في مشكلة. هالنقاش اللي حصل الأسبوع الماضي قلت لي مع الوزير باسيل ومع فخامة الرئيس كمان، مع فخامة الرئيس حصل نقاش بالواسطة ولا نقاش مباشر بين مين ومين؟ حصل نقاش يعني بالواسطة. مين كان الوسيط؟ تولى اللي هو عباس إبراهيم. إيش؟ رجل المبادرات الخيرة والدائم على كل الخطوط. اللواء إبراهيم شغال يعني من إدلب ومن المخطوفين يلي تم تحريرهم، ووجه له تحية اليوم وليد بيك. نعم. لأنه تم تحرير الذين كانوا مختطفين لدى داعش وهم من الطائفة الدرزية الكريمة بسوريا، ما هيك؟ نعم. هيك عم نفتح هلالين بهذا، بتحب تحكي عنه هلأ هذا الموضوع؟ ايه طبعا، كرر شكر الرئيس وليد جملاط للواء عباس إبراهيم ولكل من ساهم في إنهاء هذه المحنة، لأنه هذه المحنة لا سمح الله كان ممكن أن تتطور بشكل سلبي جدا جدا جدا. وكان هناك حذر عند النائب وليد جملاط لا سمح الله، خاصة أنه في نساء بين المعتقلات الموقوفات المختطفين، وبالتالي كان هناك حذر كبير من أنه خاصة لمن تم التهديد أكثر من مرة بقتلهم. لواء عباس إبراهيم قام بدور أساسي مع ضباط جديرين بالفرق بالأمن العام، إضافي لصديقنا أبو حسن فايز الفليطي اللي كان بتكليف الأمن العام عم يتولى هذا الأمر، أدى إلى هذه النتيجة الإيجابية اليوم. وبكرر الشكر للواء إبراهيم للأمن العام على هذا الجهد. طبعا الأمير طلال رسلان كمان كان يتابع معنا الأمر مع وليد جملاط هذا الأمر لحظة بلحظة. اللواء عباس إبراهيم يعني قام بهذه المهمة بتمني من وليد بايك أو يعني كيف؟ أكيد بتمني من النائب وليد جملاط، ولكن كمان أيضا باندفاع من اللواء عباس إبراهيم كما قال لي ضد أي ظلم، باندفاع شخصي أيضا. نعم. يعني بس هون بالمقابل في كان تجاوب في هذه الوساطة من قبل النظام في سوريا، لو ما كان في تجاوب لم يكن اللواء إبراهيم قادرا على تنفيذ هذه المهمة بالكامل، وهيدي لا يمكن إلا أن تؤخذ بعين الاعتبار، أليس كذلك؟ نحن يعني برجع بقول أنه يعني حتى لو أنتم بالسياسة ضد النظام، ولكن لو ما يتجاوب النظام مع مهمة لواء إبراهيم ما كنا وصلنا لها النتيجة. تجاوب النظام والنصرة تجاوبت كمان باليومين الماضيين. عم تحطهم بنفس المرتبة يعني. لا عم بشرح شو صار. طيب خليني ارجع للموضوع يلي قبل ما نفتح المزدوجين، كنت عم بتقلي انه اللواء عباس ابراهيم هو الذي يقوم ب لا على الاطلاق حصل نقاش بيننا وبين اللواء عباس ابراهيم من ضمن النقاشات اللي حصلت قبل الزياره الاخيره على الجبل. واللواء ابراهيم بمبادراته الدائمه والملحاحه لعدم حصول توتر حصل نقاش بينه وبين فخامه الرئيس، ونحن أجبنا بأنه نحن أكثر من منفتحين على كل ما يعزز المصالحة والشراكة. هل في لقاء قريب يتم ترتيبه من خلال لواء عباس إبراهيم أو زيارة لوليد بايك إلى قصر بعبدة؟ ما في شيء بيمنع، نحن مش بقطيعة مع قصر بعبدة ولا مع فخامة الرئيس، ولكن ليس هناك ترتيبات حالية. نعم. يحكى عن دور قام به حزب الله أيضا من بعد كلام الوزير باسيل من أسبوعين، وأوصل رسالة حزب الله إلى الوزير باسيل أنه من الضروري إعلان التمسك بالمصالحة لعدم إثارة نعرات طائفية في الجبل، هل صحيح هذا الأمر؟ ما عندي فكرة صراحة، ما بعرف، بس يعني ما بستغرب أنه يكون هذا الموقف من خلفية الحرص على الاستقرار. تنختم موضوع يعني العلاقة أو ما يقوم به اللواء عباس إبراهيم، عم بتقلي أنه صار في رسالة أو مش رسالة يعني نقل جو معين إلى قصر بعبدة، ثم نقل لكم جو معين من قصر بعبدة إلى وليد بايك. هذه الأجواء كلها تصب في أي إطار؟ يعني في إطار تهدئة الأجواء، في إطار طلبات معينة، في إطار ماذا؟ ما عندنا ولا طلب، ما في طلبات معينة، في عندنا مطلب واحد هو أخذ المصالحة بعين الاعتبار في كل الخطوات السياسية التي نقوم بها.
نحن كل ديناميتنا السياسية قائمة منذ العام 2000 حتى اليوم، حتى منذ ما قبل العام 2000 بمبادرات سابقة على مسألة المصالحة. هذه بالنسبة إلى وليد جملاط هي درة التاج اللي مش مستعد أنه يضحي فيها بأي ثمن من الأثمان. مثل ما قلت التنافس السياسي مفتوح، يمكن بكرة نكون نحن والتيار الوطني الحر بموقع الخصومة الانتخابية وموقع أو بموقع الصراع أو التنافس الانتخابي، هذا ما بيمنع طالما أنه هذا الأمر لا يمس بالثوابت الأساسية وبالأساسيات اللي هي المصالحة. بس واضح كتير أنه من خلال جوبك ومن خلال كلامك اليوم واضح كتير مثل ما أنا سبق وسألتك وقلت لك أنه أنتوا كتير متساهلين وحتى على حساب ربما مكاسبكم. انت قلت لي لا مكاسب. خط احمر هي ما بده يورث عباءة منتخب الدم. ما عندنا مكاسب، وين مكاسبنا؟ شو قصدك يعني لما مكاسبنا؟ لما بتقول نحن منفتحين على كل شيء، لما بتقول انه عم بيحكوا عن الوجود بالاداره بالجبل كما في بيروت بيقول عال، لما قلت لك عن التوازن مفقود قلت لي مش مشكله هذا الحكي ضمن اطار المصالحه، المهم يكون عباءة المصالحه هي الموجوده، ونحن منفتحين على كل الامور. واضح انه انتم عم تقدموا كل التسهيلات، ولكن فريق الاخر التيار الوطني الحر او فخامة الرئيس، يعني هل بالمقابل يلاقون وليد جملاط في هذا التوجه او في هذه الخطوه؟ هل اللواء عباس ابراهيم نقلكم جو معين له على هذا الموضوع؟ اللواء يعني ما بدي حمله اللواء اكثر ما بيحمل الموضوع، هذا اللي حصل. انت ورطت حالك، خبرتني انا بدي اسال. لا ما ورطت حالي، يعني عم بحكي امر لانه من باب استعراض الوقائع اللي حصلت. وممكن هذا الامر يعني كمان يستدعي تدخل لاحق من اللواء ابراهيم، مشكور دائما. انا بس اللي بدي اقوله انه نحن ما عندنا اي مطلب، نحن مستعدين، ونحن اليوم نعتبر انه في بدايه ايجابيه بالكلام الايجابي اللي صدر عن الوزير جبران باسيل. برجع بقول الخيارات السياسيه كل طرف عنده خياراته السياسيه، ممكن التيار الوطني الحر يكون عنده خياراته السياسيه اللي بتتناقض مع خياراتنا، ولكن يمكن يكون عنده خياراته الانتخابيه، هذا امر مشروع متاح ومفهوم بالسياسه. لما يقول نفكر بتقويه عضلاتنا لكن ليس لكسر الاخر بل ليقوى عضل الوطن، الفيتامين علينا. إيه. جاهزين عاده البروتين بقوي العضلات، البروتين عال، لكن بدك تقدم له هديه للوزير باسيل بروتينات لتقويه العضلات. ما دامت لاجل المصالحه مش بعكسها. خليني ارجع لامبارح، شوف شهد امبارح تظاهره قواتيه اشتراكيه بدائر القمر من خلال اطلاق خطه مشتركه لتحسين الخدمات الصحيه والاجتماعيه بعلي والشوف، وكان في كلام كثير له علاقه بالمصالحه، وكان في حضور الوزراء القوات والنائب جورج عدوان وانتم كحزب تقدمي اشتراكي. هل كانت هيك خطوه استباقيه لزياره الوزير باسيل؟ يا شو يعني باي اطار؟ ليش امبارح؟ بإطار العلاقة الثابتة بيننا وبين القوات اللبنانية، أنت بتعرف بيننا وبين القوات في شراكة عميقة بدأت منذ ما قبل المصالحة وتكرست وازدادت عمقا بعد المصالحة. وبندعي أن نحن وياهم من منطلق الشراكة والحرص على الجبل عندنا مبادرات مشتركة. هذا الاجتماع كان مقرر سلفا، كان محضر له سلفا، وفي جهد مشترك بين رفاقنا بالشوف وبين شباب القوات اللبنانية مع الأستاذ جورج عدوان مع الوزراء المعنيين. نعم. وما إلى علاقة، يعني لا نحاول أن نشهد أو نصنع مشهدا نقيضا لمشهد زيارة الوزير باسيل، ما إلى علاقة. بدي أنت على قد ما خبرك ما رح تصدق، بس أنه هو فعليا هيك. على كل حال يعني كتار ناس مش كتير رح يقتنعوا لأنه هيك التوقيت وقبل بنهار وكان يعني هيك مهرجان كمان. ما اطلاق خطه مشتركه لتحسين خدمات صحيه واجتماعيه ما بدها هالقد يعني، ما هي في خطه محطوطه للمنطقه. واول مره بيصير في تكامل بين عمل وزارتين بين كل الاطراف الموجوده بالمنطقه، بتصور بيستحق الامر لا الاعلان عنه بهذا الشكل؟ على كل حال خليني انقل من ولو ما مضل عمود كهرباء غير ما عربشنا علي بالبلد هلا غصب بعينك. هلا رح نقول للكهرباء رح نقول لانه عم ذكرك بلكي نسيت يعني. لا ابدا مش ناسي ابدا، حطتهم قدامي لانك طلعت غير مطابق، يعني انا بهمني اعرف شو انه نشغل بالنا عليك. خلصنا من مشكلتكم مع باسيل، علقنا بمشكلتك مع ابي خليل. اول شيء بدنا نهنيك بالسلامه لانك لقيته. الحمد لله ما خلينا ولا عمور غير ما فتشنا تحت بس البلد. طلعت يا معاليك غير مطابق، شو ردك؟ تعرف أديسون اخترع
اخترع الكهرباء بس ما قدر بعقله الخلاق انه يخترع طريقه يوزع الكهرباء فيها سياسيا. اديسون لبنان عملها، يعني صار في ميجاوات درزي، ميجاوات سني، ميجاوات شيعي، ميجاوات عوني، ميجاوات اشتراكي. يعني هذا انجاز لبناني بانه الكهرباء نحن بنوزعها بالسياسي، بعد ناقص بس ندهن الشرطان بالالوان الاحزاب السياسيه. يعني سيزار ابي خليل هو اديسون لبنان؟ نعم. ايش بس شو مشكلتك معه؟ يعني عم بقول لك انه طلبت وصل 5 قرى في قضاء رشية بخط الليطاني، وهذا الطلب غير مستجاب لعدم قدرة المخرج على تحمل العبء الزائد، وقال انه مقتضياتك الكهربائية غير مطابقة لمقتضيات الصوت التفضيلي، يعني اتهمك بالتهجم علي لأهداف انتخابية. هو بيعرف انه نحن بكهرباء وبلا كهرباء الناس بتختار خيار ولي جملات ببلادنا بصرف النظر عن هالأمر. أيام العتمة، عتمة الظلم وعتمة الوصاية وعتمة القهر، الناس اختارت خيار ولي جملات. فالحزب الاشتراكي ببقاع الغربي ورشية مش ناطر ساعتين كهرباء زيادة كرمال يختار الحزب الاشتراكي. الله يمكن غيرنا مش هيك ماشي الحال. الفكرة هي بسيطة جدا، نحن عم نحاول نحسن تغذية الكهرباء برشية كل رشية وبقاع الغربي كل بقاع الغربي. في وفر كهربائي بمركبة، معمل مركبة الليطاني، ممكن استفادة عدد من القرى منه. لما بتحسن التغذية بهذه القرى، هي القرى بنتيجة التقرير ونتيجة الدراسة اللي عملتها كهرباء لبنان اللي هو حضرته وزير وصاية عليها. نعم. نتيجة الدراسة اللي عملتها كهرباء لبنان بصير في لما نوصل قسم من القرى على مركبة، هاي القرى بتبطل تاخد تغذيتها من جيب جنين، بتصير كل قرى البقاع الغربي من جيب جنين لكامد اللوز لكل القرى ايضا بتستفيد. نحن عم نعمل حل لكل المنطقة ومش عم نعمل حل على قاعدة البازار السياسي. طبعا ليش هو ما بده هالحل، او ليش بيعتبر انه هذه الخطة ما بتزبط، يعني غير تقنيا ما بتزبط؟ هو بيعرف انه تقنيا ابلغ من كهرباء لبنان انه بتزبط. هو ليه ما بده اياها؟ يعني انت شو تفسيرك ليش رافض؟ تفسيري انه هناك ارادة لاستغلال الامر سياسيا. من قبل مين؟ كيف بده يستغلها سياسيا؟ يعني هو لا، يعني ما كل ما ركبنا محول بنعمل احتفال تحته. ما كل ما علينا عمود بنحط عليه 20 صورة. هي بس هاي اللي عم نستغلها هلا، استكثرت علينا نحن. بنشوف انه طلعوا الوزراء اعلنوا خطه انمائيه بدال ما كل ما رفعنا الجنتير ونعمل مؤتمر صحفي ونتصور. هي وقفت على هاي، في اراده للاستغلال السياسي، وانه نحن اذا بده يصير هذا الامر نحن بنعلنه ونحن بنسوي تابعه. المهم الكهرباء توصل، معنا ما اعلنوا، ما فارقه معنا، يبيعوها للي بدهم اياه، المهم تجي الكهرباء يحسنوا تغذيه الكهرباء. انت قلت انه اذا ما مش الحال في خطوات تصعيديه. ايه أكيد. بدنا نلجا لها. شو هي؟ ايه عم نشوف هلا، بعدنا عم نلاطفوا ملاطفه، هلا ملاطفه، هلا بعد ما صار شيء اف. يعني لقب اديسون هيدا امير البر والبحر. ما هن البوارج، هم في ناس بيعرفوش انه البرجي ما بتمشي بالجبل، البرجي بالبحر ما بتطلع على الجبل. هو بوارج الكهرباء اللي راكبين عليهم ما بوصلوهم على شيء. شو اللي بيوصل على شيء؟ يوصل المنطق السليم والحقوق والواجبات، اعطاء المواطن حقوقه وواجباته وعدم الاستغلال السياسي. هل في يعني مثلا لما عم تقول بدنا نعمل خطوات تصعيديه، يعني تاركين مجال لشو هلا؟ بدنا نشوف هلا، بعدنا عم نلاطف ملاطفه عم بقول لك. ايه بس قديه؟ جمعه، اثنين، يومين، شهر، كيف؟ رئيس الحكومه هلا بده وعد انه يعالج الامر، دوله الرئيس سعد الحريري اللي هو معني بالمنطقه مثلنا مثله، اللي كانوا طيار المستقبل معنا بالموضوع. بدنا نشوف اف قديه بده يحمل الرئيس الحالي. الله يعينه. معالجات وقصص. الله يعينه. وهيك بالحديث عن الكهرباء، يعني خلص الصيف ورح يخلص الخريف، وبعد يعني بعدنا بقصة البواخر وإدارة المناقصات، والملف بيجي وبيروح وإلى آخره، والمخالفات مستمرة. أنتوا شو رأيكم بكل هذه القصة؟ قلنا رأينا بمجلس الوزراء نحن، يعني للأسف الموضوع عم بيروح وبيجي وعم بيروح وبيجي، وبدي المواطن اللبناني ناطر انه يشوف انجاز قريب، وناطر انه يشوف انجاز قريب بكلفه معقوله، لانه مش ضروري تكون كلفه الانجاز القريب كلفه كثير عاليه. ما هذا دليل على التخبط بالسياسات بالكهرباء. بس انه هل طبيعي انه اداره المناقصات يلي هي المولجه بتحديد الشروط والى اخره يتم القفز فوق توصياتها وفوق كل ما ملاحظاتها ونمشي مثل ما بدنا كرمال شركه وحده تجي؟ بدي جاوبك على سؤالك بسؤال. قرار تقني بكهرباء لبنان رفع التغذيه او تخفيف التغذيه بمنطقه، شو خصو الوزير فيها؟
هل طبيعي انه الوزير يصير حامل جونتير الكهرباء انه هو بيطلع وبينزل شغلته بالشغله؟ شو خصه هو وزير وصايه بالقرارات الاساسيه بالاستراتيجيه العامه؟ شو خصه هو اذا الكهرباء يعني كل ما طلعنا المحول ونزلناه بده وزير الطاقه؟ هذا جزء من مشاهد السطو على المؤسسات العامه. مش سطوي، يا ريت سطوي، سطو على المؤسسات العامه. بلشنا نكسر اللطف. لا بعدنا باللطف، بعدنا هلا بعدنا باللطف. برايك حل البواخر هل هو المضبوط ولا الحل هو بانشاء معامل؟ لا نحن يعني كلفه الاستئجار البواخر فيك تصرفها على المعمل وبيضل المعمل لإلك. نحن من الاساس خيارنا مع المعامل. من الاساس خياركم مع المعامل. طيب وليش هذا الخيار ما بيمشي او ليش ما عم بيمشي؟ ايش الخيار ما عم يمشي؟ في تسمع منطق اخر بانه بيقول انه هذا الامر اسرع وهذا الامر بيكون انه يعني بيعالج الامور بشكل لو بلشوا بمعمل كان خلص وبعدنا هلا بالباخره. مش بس بالكهرباء، نحن بالنفايات مش نفس الازمه؟ كمان بالنفايات لو نبلش نحن بالمحارق من لمن بلشت الازمه لليوم كنا خلصنا المحارق. هو تاجيل الامور وايجاد العلاجات السريعه على قاعده الفاكهه المتدليه انه بنركض على الاشياء السريعه. طيب بعد الفاصل الإعلاني مباشرة معالي الوزير بدي انتقل لنحكي عن السنة الأولى من عهد فخامة الرئيس ميشيل عون، وما هي نظرة الحزب التقدم الاشتراكي وأنتم كفريق سياسي إلى هذه السنة الأولى وعلاقتكم مع العهد؟ ويحكى الكثير عن يعني ظروف التسوية اللي صارت واللي أنتجت رئيس للجمهورية وأنتم كنتوا بعيدين عن جو هذه التسوية وجردة حساب لهذه السنة مباشرة بعد الفاصل. وأتابع هذه الحلقة مع الوزير وائل أبو فاعور. معالي الوزير، بدنا نتوقف مع روبورتاج حول موضوع مرور السنة الأولى من عهد الرئيس ميشيل عون ثم نتابع الحوار معك حول هذه النقطة. أحلف بالله العظيم إني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه. عام مضى على انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية بظل اشتعال ملفات كثيرة، فما هي أهم الإنجازات والإخفاقات التي تحققت خلال هذه السنة؟ عم بيكون في مرات مشوب بالخلل بانتهاكات للدستور، شفناها عدة مرات، يعني ما حدا فيه ينكرها، يعني صار في تعليق لمواد دستورية، صار في انتهاكات دستورية، ورغم كل هول بقلك أنا أنه بلد اليوم بظل رئيس جمهورية وحكومة ومؤسسات عم تشتغل ومجلس نواب على مشارف نجدده ونعم انتخابات نيابية وقانون انتخاب رغم تحفظاتي العميقة جدا عليه وبعض الأمور بتخوفني منه، رغم كل هول بقلك أنه أفضل بكتير مما كان عليه بمرحلة الفراغ. في كتير اشياء انقالت عشيت التسوية الرئاسية، بعد سنة بتلاقي انه كتير ما تحقق منها او اللي حصل كتير عكسها، كان عكسها. على المستوى المسيحي الشعار اللي رفع مسألة المسيحي القوي، الرئيس المسيحي القوي، انا برأيي كان غلط، ما كان لازم ينطرح بهالطريقة. بعد سنة في اسأل انا الرئيس القوي شو كان بيختلف عن الرئيس غير القوي، شو مواصفات القوي ومواصفات غير القوي. القوي هو الذي ينتظم البلد معه بالكامل، الذي بيكون دوره كاتاليزور بين كل العالم وبين كل رئيس. عون نجح ببعض الامور بس في امور كتير ما نجح فيها بالاخرى. انا مني مع الحكم على العهد بسنته الاولى، بس اللي جبرك تحكي بهالموضوع قد ما ضخمت مسألة انه جاي في شيء مش طبيعي بدك تعمل له هلا مراجعه بعد هيدي السنه. ليش كبرت القصه لحتى توصل اخر شيء تعمل هيدي الحصيله؟ هيدي غلط سياسي، هذا خطا سياسي. التسويه الرئاسيه بمرحله كتير خطره، عم بتعاني الرئيس عون، القوات والتيار الوطني الحر حاله سيئه، واللي بده ينكرها هو حر، بس هي سيئه جدا جدا. كثير صريح، انا مسؤوليه كبيره بتقع اكثر على التيار الوطني الحر من على القوات اللبنانيه. انا اشعر القوات اللبنانيه كانت اخلص لهذا الاتفاق من التيار الوطني الحر. التيار الوطني الحر راح بنشوه السلطه اكثر بكثير من القوات.
معالي الوزير، أنتوا أساساً ما كنتوا جزء من التسوية الرئاسية يلي أتت بالرئيس ميشيل عون إلى قصر بعبدة، ولكن بعد سنة، بعد مرور سنة، لم نكن، ليس فقط لم نكن جزء، كان هناك من يريد لنا أن نكون من ضحاياها. وبعد سنة شو؟ ضحايا ولا مش ضحايا؟ لا منا ضحايا، مش سهل أن نكون ضحايا. لخبرك بس ليش؟ لأنه نحن أولا لسنا في موقع الخصومة مع العهد ولا نريد، بس العلاقة منا جيدة، العلاقة يعني بالضبط ما في علاقة إيجابية، عادية، وعادية عادية جدا ليس وأقل من عادية. ليش؟ نعم. ليش؟ ليس لأننا لا نريد لها هذه العلاقة أن تتحسن، بل لأن الطريقة التي تم النقاش فيها معنا في الكثير من القضايا لم تكن طريقة تريد تحسين العلاقة مع مكون أساسي يمثله النائب وليد جنبلاط. يعني أنتوا بتحطوا المسؤولية على العهد بعدم كون العلاقة إيجابية؟ مش أنه بمنطق تحميل المسؤولية، ولكن بعتبر أنه نحن صح ما غيرنا الموازين بالانتخابات، ولكن المبادرة التي قام بها وليد جنبلاط ومجددا تحت عنوان المصالحة بأنه انتخب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية كان يجب أن تقابل بإيجابية ويتم التعامل معها على الإيجابية. كيف؟ يعني شو كان لازم يصير؟ وأنا هون بحكي لك على نقاش اللي حصل حول قانون الانتخاب. النقاش الذي حصل حول قانون الانتخاب ما أعرفه يقينا أن هناك كان محاولة لاستهداف ليس وليد جنبلاط فقط كطرف سياسي، ولكن المكانة السياسية لمن يمثل وليد جنبلاط في النظام السياسي. طبعا ما أعرفه أنه حتى بالشكل قبل المضمون، إذا بتحب تتذكر بأنه جلسات نقاش قانون الانتخاب تم استبعادنا فيها. مش هناك قلت لك ببداية الكلام تم استبعادنا فيها، ولولا أنه الرئيس نبيه بري بآخر ثلاث جلسات اشترط بأنه إذا ما بيحضر الحزب الاشتراكي ممثل لولي جملات أنا ما بشارك، كان ممكن رحنا على قانون انتخاب مختلف. مشان هيك عم أعرف كان يراد أن تكونوا ضحايا. نعم، وما أعرفه أكثر من ذلك بأنه لولا الموقف الذي نحفظه للرئيس بري ولحزب الله بأنه هن بيرفضوا أي تصويت على قانون الانتخاب بالمجلس الوزراء، كان في حدا خاطر عباله يروح على مجلس الوزراء ويصوت على قانون انتخاب خلافا لرأي مكون أساسي من المكونات اللبنانية، مكون تأسيسي تاريخي من المكونات اللبنانية. يعني هو لحظة الوزير جبران باسيل هو اللي كان بده يروح يصوت، هو اللي كان يستبعدكم، هو يعني في هو وغيره، كان في هو وغيره، كان مين غيره؟ كان في جو سياسي، مين غيره؟ كان في جو سياسي، مين غيره؟ كمان كان في جو سياسي يدفع باتجاه التصويت بمجلس وزراء بصرف النظر عن موقف مكون أساسي وجزء أساسي من البلد. ما أعرفه يقينا بأنه هناك من اعتقد بأنه بحكم التسوية السياسية التي حصلت بين اللي كان أطرافها التيار الوطني الحر، حزب الله، القوات اللبنانية، تيار المستقبل، وليد جنبلاط ومن يمثل أصبح لزوم ما لا يلزم في اللعبة السياسية اللبنانية. اليوم الوضع مختلف. المعادلة السياسية كيف الوضع مختلف؟ الوضع مختلف ببساطة لأنه المعادلة السياسية اللي قادت إلى التسوية الرئاسية تتفكك وقايلة إلى زوال. قايلة إلى زوال؟ نعم. إذا بتاخذ طبعا قايلة إلى زوال، لأنه إذا بتاخذ المشهد مين مكونات التسوية؟ عديتهم، حزب الله، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، وتيار المستقبل. إذا بتنظر لطبيعة العلاقات بين هذه المكونات بتشوف إنه ليست طبيعة العلاقات التي كانت قائمة عشيرة التسوية. بتاخذ العلاقة بين تيار المستقبل، بعفوا بين القوات اللبنانية وبين التيار الوطني الحر، يبدو أن هناك بينهما ما بين الحداد والدهر. إذا بتأخذ العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، لا أعتقد يعني يمكن بالعلن، بس لا أعتقد أنها بنفس الصفاء الذي كانت فيه، ونحن ما عم ندعي لأنه تخرب هذه العلاقة، يعني ما حدا يفهم أنه نحن عم ندعي. بالعلاقة بين تيار المستقبل المساكني وبين حزب الله أيضا ما بعرف بعض التطورات الإقليمية إلى متى ممكن أن تستمر بحالة المساكنة الحالية. طبعا أنا ما بدعي للخراب، إيه، بس بين التيار الوطني الحر وحزب الله العلاقة بعدها ثابتة. ثابتة، إيه، ولكن يعني هيدي العلاقة الثابتة الوحيدة اللي بعدها قبل التسوية الرئاسية وما بعد التسوية الرئاسية. أوكي.
اللي ما عم بدعي انا الخراب وعم بدعي لانه لا سمح الله ينضرب الاستقرار، بس انتم ربما تستفيدون من هذا الخراب بين مزدوجين. لا نحن ما بنستفيد من هذا الخراب، بيرجع موقعكم السياسي اقوى اذا صار في خراب بين هذه المكونات. اذا حدا توهم انه بلحظه معينه في يقصينا او في همشنا او انه في يتعامل معنا كمكون هامشي بيكون غلطان، بس ما عم بتقلي هلا كان مقصود انه هو ضحايا واستبعدوكم عن لجنه الانتخابات وبعدين وما عدتوا مؤثرين كما في السابق. يعني بمرحله من المراحل وبمرحله طويله كنتوا انتوا بيضه الابان، يعني كان النائب وليد جنبلاط وكتلته بيضه الابان اللي بترجح الخيارات بالتسويه الرئاسيه. ازيل هذا الدور، ما هو وليد جنبلاط اساسا لم يؤخذ في يوم من الايام بانه دوره بيضه القبان. وليد جنبلاط كان هاجسه انه يكون في قبان بالبلد، مش انه يكون في حدا عم يغلب. ولا مره وليد جنبلاط طلع ادعى بانه انا بغلب فريق على فريق. وليد جنبلاط كان عم بيلعب دوره وعم بيحاول قدر الامكان يحفظ التوازن. البعض خيل له بانه عبر قانون الانتخاب في خفض من المكانه الوطنيه لوليد جنبلاط بالنظام السياسي. البعض اعتقد انه في وليد جنبلاط يرجع يحجمه ويرجعه الى انه هو يكون زعامه بعض درزيه، مش زعامة درزية كاملة، بعض درزية. وليد جنبلاط ممنوع يكون عنده نواب شيعة ولا نواب سنة ولا نواب دروز ولا وزراء سنة ولا وزراء شيعة ولا وزراء دروز ولا وزراء مسيحيين ولا نواب مسيحيين. وليد جنبلاط عليه أن يمثل بعض الدروز. هذه الأزمة التاريخية كانت مع كمال جنبلاط واليوم قائمة مع وليد جنبلاط وستستمر مع تيمور جنبلاط. وأنا بحب ذكرك بأنه برجع بقول نحن مش موقع الخصومة مع العهد ولا نسعى إلى هذه الخصومة، بل على العكس نسعى إلى أفضل العلاقات. بس كل التفاصيل بتدل أنه الواقع مش جيد، مش جديد من 12 عهد رئاسي بلبنان. من 12 عهد رئاسي أكثر من نصهم كنا بموقع الخصومة معهم. ذكر أين أصبحت العهود وبرامج العهود، وهل استطاع أي عهد أن ينال من مكانتنا السياسية؟ في رؤساء جمهورية ما عادش تتذكر اسمه، بينما الحزب الاشتراكي ووليد جنبلاط وزعامة وليد جنبلاط وما يمثل ومن يمثل على المستوى الوطني من عكار لتوصل لآخر الجنوب مرورا بجبل لبنان وغيرها من المناطق بعدها. إيه بس أكيد، بس معالي الوزير أكيد ميشيل عون من الرؤساء اللي سيذكرون التاريخ، مش من فئة الرؤساء الذين لن نعود بالذكر. سبق وذكر التاريخ للعماد ميشيل عون، وهو من الشخصيات المؤثرة والمؤسسة بالحياة السياسية اللبنانية، وأنا ما عم بتجاهل هاي الأمر أنه الرئيس ميشيل عون من الشخصيات الأساسية بالبلد اللي بنحترمه ونقدر أدواره وحريصين على علاقة معه. بس الفكرة الأساسية اللي عم بحاول ركز عليها بأنه نحن المشهد السياسي الحالي مختلف عن المشهد السياسي الذي كان قائما منذ سنة. وإذا أنا بلشت كلامك بأنه عملت تقرير عن تقييم العهد، أنا يعني مش شغلتي قيم ولا بسمح لحالي أنه أنا قيم، لأنه بالنهاية أولا السنة الأولى سنة بعد ما الأمور ما اكتملت. ولا ننفي نحن أنه في نوايا طيبة ورغبة طيبة بأنه يكون هناك تقدم، لأنه بالنهاية أي تقدم بالعمل السياسي بالإنجازات السياسية ممكن نعكس على حياة المواطن اللي أكيد. نحن منهم حصل إنجازات. أنتوا بدي وجهة نظركم. يعني أنا من يومين كان في مقال بصحيفة الأخبار لميسم رزق عنوانه عين التيني وكليمانسو الخيبة من السنة الأولى من العهد، وأنه يعني الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط اللي كانوا من الأساس عندهم ارتياب من وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية صاروا مقتنعين اليوم بأنه تحفظاتهم كانت بمحلة حسب ما بيقول المقال، ونقلا عن مصادر بالحزب التقدم الاشتراكي، وأنه يذهب الجنبلاطيون إلى حد اتهام العهد بالقيام بما يشبه عمليات انتقامية. لهالدرجة كيف هاي؟ لا، ما اتهمنا نحن ولا مرة أنه في عمليات انتقامية. كان عنا ملاحظات ولا زال عنا الكثير من الملاحظات على الكثير من القضايا بالتعيينات بالتشكيلات باستهداف بعض الناس ببعض المواقع، بالتغول السياسي على الإدارة، بالتغول السياسي على القضاء، بالتغول السياسي على بعض المواقع بالدولة اللي ممكن أنه مش على قاعدة أنه إجا طرف سياسي أنا بدي شيل فلان وبدي حط فلان. في احترام للمؤسسات وفي احترام لآلية الله يوجه له الخير رئيس سليمان عملت بأيامه، للأسف لا يتم الأخذ بها في كل المرات، والعكس يعني أحيانا تتم الإطاحة بها بشكل كامل. لا ما بعرف مين عن مين ناقلي، نحن لا ما عندنا خيبة، نحن من الأساس كانت حجم توقعاتنا
لأنه بنعرف حجم المشكلات بالبلد، كانت توقعات موضوعية لأنه عارفين حجم المشكلات بالبلد، وما كمان عشان ما نظلم رئيس الجمهورية، ما عنده هو عصا سحرية بأنه يقدر يغير البلد. أوكي، حصلت إنجازات موضوع السلسلة، بموضوع قانون الانتخاب، بموضوع الموازنة، وهذه إنجازات بعد 12 يشكر سنة عليها موازنة. وطبعا رغم البصمة الكبرى للرئيس نبيه بري، لأنه لولا مطرقة التشريع التي هي بيد الرئيس نبيه بري لما كان لكل هذه الإنجازات أن تتحقق. ولكن إذا بدي حط عنوان مكافحة الفساد، لا ما تحقق شيء. بس كمان منا عصا سحرية موضوع مكافحة ما الفساد، بعدني قلت لأنه في أجهزة رقابية، صار في تعيين، يعني ناس يعني صار في تعيينات بالجمارك، صار في تعيينات ببعض المواقع بمحاولة لتفعيل هذه الأجهزة يلي ممكن من خلالها يتم وقف الفساد على مراحل. ممكن هذا التوجه يلي عم ممكن، ولكن بالموازات صار الحديث عن الفضائح وعن السرقات أكثر. وإذا بتحط اليوم تحضر أي نشط أخبار بأي تلفزيون لبناني، شو هو الخبر الأول والأبرز؟ فضيحة مالية أو فضيحة بإدارة من إدارات الدولة. أكيد الهيئات الرقابية دورة أساسي، ولكن للأسف اليوم الجو الحديث صح أو مش صح عن الكثير من عمليات الهدر والفساد والسرقات صار أكثر بكثير من السابق. وأكثر من ذلك، بتصور السياسيين، كل السياسيين ونحن منهم، عليهم أن يقدروا حجم الهوة اللي صارت بينهم وبين المواطن. حط حالك محل أي مواطن، الخدمات الأساسية مفقودة، البطالة مرتفعة، دور الدولي شبه مفقود، صار في عنده قرف ليل نهار على المواطن، صار في عنده قرف من الوضع ومن البلد وفي نقمة، في نقمة. ويخطئ أيضا أهل السياسي ونحن منهم إذا اعتقدوا بأنه ممكن معالجة هذه النقمة بأشكال تجميلية أو بأنه استحضار العنصر الطائفي الغرائزي بالانتخابات اللي جاية، إذا نفعت بهذه الانتخابات ما بتنفع باللي بعدها. صار في حجم نقمة عند المواطن اللبناني وهي نقمة مشروعة وباتت لا تميز بين سياسي وبين آخر. هذا بيقتضي إجراءات جذرية، ومش على قاعدة تقاسم مجددا بالإدارة، ومش على قاعدة توزيع المغانم بالإدارة، ومش على قاعدة الخطابات اليومية اللي صار المواطن مل سماعة مني ومن غيري، مش عم توصل لنتيجة عن مكافحة الفساد ومهارب كله حرب شعارات. يعني اللي بيشوف المشهد بالمجلس النيابي يعتقد انه في كائنات فضائية عم تعمل فساد بالبلد، كل الكتل وكل النواب ونحن منهم ضد الفساد وبتحارب الفساد، مش عارفين مين هالفساد. طب شو اجوا كائنات من المريخ عمروا الفساد؟ ما الفساد موجود من لبنانيين محظيين محميين من أفراد هذه الطبقة السياسية أيضا، يعني قسم من أفراد من الطبقة السياسية، معبلك من أفراد يعني، مش عم نقول كلهم بس من أفراد. طيب يعني خليني أختم الموضوع، بدي أعرف شو يعني المشكلة الأساسية بين النائب وريد جنبلاط والرئيس عون، هي يعني كيمياء مثلا مفقودة أو خيارات بعيدة أو أنه خيارات متباعدة أو شو؟ يعني شو في هيدا؟ مش ضروري نحن هيدا السلك يلي ما عم بيمشي فيه الحرارة، ليه؟ لا مش بالعكس، على المستوى الشخصي وليد جنبلاط يقدر الرئيس ميشيل عون بشكل كبير، ووليد جنبلاط على المستوى الشخصي بتصور اللي متابعين الأمور السياسية بفترة قبل أن يقوم الرئيس سعد الحريري بترشيح لعماد ميشيل عون ويرجع يتبنى الأمر دكتور سمير جعجع، وليد جنبلاط أصر إلى بعض الخلص والقريبين وإلى بعض الحلفاء القريبين منهم الرئيس سعد الحريري بأنه لماذا لا نسير بالعماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية، دليل على الود وعلى الرغب بفتح علاقة جديدة. بس هو وليد باكن بفضل سليمان فرنجي، يعني عمل له استقبال بكليمونسو لسليمان فرنجي وترشحه رئيس الحريري كأنه رئيس منتخب. يعني نحن ننظر للوزير سليمان فرنجي على أساس أنه هو زعيم وطني، زعيم عروبي، وزعيم بيعرف بالنهاية بيعرف كيف يحفظ التوازنات بالبلد وبيعرف كيف يحافظ على التوازنات بالبلد. يعني كنتوا بترتاحوا له كرئيس جمهورية أكثر من عماد عون، بس عم بحكي بالفترة التي سبقت. لا بس أنا سؤالي، بترتاحوا له كنتوا أكثر من الرئيس؟ لا مش ضروري أكثر، بنرتاح له كنا داعمين ترشيحه، ونعتبر أنه ممكن يقود إلى كثير من التوازن بالعلاقات الداخلية أكثر من هلأ الفرنجية. يعني الشكل اللي ركبت فيه التسوية الرئاسية، برجع بقول لك نحن عنا تجربة غير إيجابية معهم. كل المداولات التي حصلت
سواء بمداولات قانون الانتخاب، وقانون الانتخاب مش مسألة عابرة بالبلد، مش عم نحكي يعني. بس أحلى ما نرجع نكررها قصة اللقاءات الرباعية لا بدي كرر لأنه كان عم يتناقش قانون تأسيسي، وكان يناقش على قاعدة أنه وليد جنبلاط يجب تخفيض مكانته من النظام السياسي لأنه حجمه مضخم وحجمه وهمي وآخر أكثر من حجمه. مش مزبوط، لا مش شغلة عابرة، شغلة أساسية. قول رح ارجع ناقشها معك بملف موضوع الانتخابات، بس بدي كفي بالعلاقات. يعني اذا اركان هذه التسويه اللي صارت، حكينا عن علاقتكم مع العهد ومع الرئيس عون، بدي انتقل للرئيس الحريري. العشاء الثلاثي بكليمونسو يلي جمع الرئيس بري والرئيس الحريري عند النائب وليد جنبلاط، هل رجع رجلج العلاقه مع الرئيس الحريري؟ يعني علاقتكم اليوم مع الرئيس الحريري كيف ممكن نعطيها وصف بعد كل التوتر يلي كان موجود؟ باختصار، العلاقة مع الرئيس الحريري ممتازة ولا يمكن إلا أن تكون ممتازة، وتجاوزنا كل العثرات السابقة بالعلاقة. وهناك بين سعد الحريري وبين وليد جنبلاط ما يجمع وما يتجاوز سياسي أحيانا في مسألة العلاقة الشخصية بين بيت جنبلاط وبيت الحريري، ونحن نقدر للرئيس الحريري كل الجهد الذي يقوم به لأجل حفظ الاستقرار، وأحيانا على حساب جمهوره وعلى حساب علاقته بجمهوره، وأحيانا على حساب الكثير من المزاج الشعبي اللي هو ممتعض من بعض مواقف الرئيس الحريري. الرئيس الحريري أخذ خيار أنه هو بده يحمي الاستقرار، بده يلعب الدور اللي كان تاريخيا يلعبه الله يرحمه الرئيس الحريري، رئيس رفيق الحريري، وهو خيار مكلف، ونحن منقدر هذا الأمر تمام التقدير، والعلاقة تتطور إيجابا. رح أسألك بعد الفاصل الإعلاني لما نفوت بموضوع الانتخابات، هل ستكونون حلفاء مع الرئيس الحل انحسم موضوع التحالف مع تيار المستقبل بالانتخابات النيابية، ومين حلفائكم؟ ماذا تتوقعون من هذا القانون؟ إلى أي مدى سيتم نقص معين بعدد كتلتكم النيابية حسب هذا القانون الجديد؟ كلها مباشرة بعد هذا الفاصل الإعلاني. معالي الوزير وائل أبو فعور، المير طلال أرسلان قال الانتخابات طبخت بحص. النقاش الذي يحصل في اللجنة الوزارية المكلفة للأسف غير منتج. يعني شو عم بيصير تحديدا من وجهة نظرك؟ يعني ضعنا بين البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق وكل هالدوران بحلقات مفرغة صرنا 4 أشهر بنبرم فيها. اليوم وليد باك اعتبر أنه البطاقة البيومترية هدر إضافي للمال. ليش عم بيصير هيك؟ هل الهدف هو العرقلة؟ ليش عم يبرموا بحلقة مفرغة وما عم بيوصلوا لنتيجة؟ لا، أنا رأيي الاستحقاق الانتخابي حاصل بتوقيته، وليس هناك أي مبرر لتأجيله، وليس لا محالة يعني لا محالة حاصل، وليس هناك أي ذريعة ممكن أن تساق أو تستخدم لأجل تأجيل الاستحقاق الانتخابي. لذلك لا، النقاش مش نقاش حول إجراء الانتخابات أو عدم إجراء. هناك أكثر من رأي حول القضايا التقنية المطروحة، اللي هو هاي القانون نحن اللي ابتدعناه، هذا القانون الأحجي مفخخ بحد ذاته لدرجة أنه أثقلناه بكل ما خطر على بالنا من أفكار إصلاحية دون نقاش فعلي بالقدرة على تنفيذها أو لا، لدرجة أنه البعض بيقول لك أنه هذا قانون غير قابل للتطبيق. بالضبط، بتفاصيله يعني. بالضبط، وهذا بيقودنا كمان لاستنتاج بدون ما نكون مهووسين به ونثبت وجهة نظرنا أنه هاي القانون يعني هالمنظور بيستحق هالنذر، كل هالجدل اللي انعمل وكل هالنقاش السياسي اللي انعمل وكل هالتخبط السياسي اللي حصل. هلا انا بأمل انه الرئيس الحريري يحط ايده على الموضوع، يحاول يعالج في بعض القضايا، قضايا يعني كل تقنية. شيء عم بتأمل هو رئيس الحريري، هو رئيس الحكومة، هو رئيس الحكومة، رئيس الحكومة، بس انه المشكلة انه في اطراف سياسية بالبلد 100% في قضايا سياسية الى مثلا مثل التسجيل المسبق، هذه قضايا سياسية تحتاج الى البت سياسيا، وفي ناس مع وفي ناس ضد. مزبوط. انتو شو موقفكم؟ لانه عم بيكون موقفكم وكانه لا مبالي، يعني ان كان في تسجيل او ما في تسجيل. شو انه اذا كان الذريعه التي تساق انه اذا صار في تسجيل مسبق بصير في تهديد للناخبين، نحن لا بنهدد ناخبين ولا ناخبيننا بيتهددوا، ويجب ان تكون حريه الانتخاب مشروعه لكل الناس. نحن ما عندنا مشكل بهالامر، وبنفس الوقت في قضايا تقنيه هلا عم يتم نقاشها. انا ما بعرف ليش الوزراء عم يناقشوها،
يعني لازم شو خبراء يعني لازم شو خبراء ويبتوا فيها. ليش يعني مثلا على سبيل المثال الوزير وئام وهاب حمل الوزير المشنوق مسؤولية عرقلة الانتخابات طالب بإقالته، قال إنه وزير الداخلية مكلف مهمة ما أعتقد أنها تعطيل الانتخابات النيابية، وطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إقالة الوزير؟ لا نحن ما بنشارك هذا الرأي. الوزير وزير الداخلية بالنهاية مش هو اللي بيصنع القرار السياسي، القرار السياسي بيصنعه القوى اللي قاعدين على الطاولة. قال الوزير المشنوق ببيان أنه الخلافات بين القوى السياسية هي التي حالت دون الاتفاق على كيفية تطبيق القانون. طيب بالآخر شو رح يصير؟ يعني إذا رح يضلوا من اجتماع لاجتماع وما عم يوصلوا لنتيجة، بالآخر شو رح يصير؟ اللي رح يصير أنه رح تصير الانتخابات، الإصلاحات البهلوانية الشكلية ما رح يضل منها شيء، ورح تصير الانتخابات على عادة الانتخابات السابقة. التعديل الجوهري اللي رح يصير المرة بتصور هو انتخاب المغتربين، وهون يعني بعتبر أنه هذا الأمر مكسب للمغتربين، ووجه النداء للمغتربين اللبنانيين بكل المناطق يستفيدوا من هالأمر ويتسجلوا مهلة التسجيل صارت على النهاية يتسجلوا ويعبروا عن رأيهم، لأنه كمان هن ربما يكون لديهم آراء أكثر صفاء من آراءنا نحن هون بالبلد. رغم اليوم إشادة وليد بايك بقانون الانتخاب وبالنسبية من خلال تغريدته، إلا أنه ينقل بعض الأجواء وبعض المعطيات أنه وليد جملاط يتملكه القلق لأول مرة في ظل هذا القانون الجديد، هل صحيح عندكم قلق؟ وبتمنى انك تكون صريح ومباشر. لا ما عندنا قلق نحن، بالعكس نحن. طب كيف ما عندكم قلق وهالقانون يعني بجزء منه رح يخفض لكم نسبه نوابكم، يعني كتله وليد جملاط بسبب هذا القانون رح يقل عددها؟ ممكن، وهذا القانون كان ممكن يكون أسوأ لولا يعني النقاش الذي حصل اخيرا باللجنه، ولولا المواقف السياسيه اللي برجع بقول نحن بنتشكرها، واللي هي منعت إقرار قانون انتخابي كان ممكن يأخذ البلد إلى مشهد آخر من الصراع ومن الخصومة. القانون الانتخابي نحن عملنا قانون عجيب، يعني كائن غريب عجيب، كائن إيده شيء وإجره شيء وراسه شيء، لأنه صار كل واحد يجيب من عنده ويحط. القانون الحالي أنا قلت يوم اللي طلعنا من اللجنة هو أسوأ الممكن هاي القانون، لأنه نحن عملنا تحت عنوان نسبي، عملنا قانون شبه طائفي نصف أرثوذكسي، يعني بالنهاية الصوت التفضيلي هو شو؟ هو صوت بمعظمه رح يكون صوت طائفي، رح يصب كل طائفة رح بتحط. ما عندنا مشكلة نحن بحجم النواب، ما عندنا متوقعين قديش رح تكون حجم كتلتكم؟ يعني قديش رح تنزل؟ يعني البعض بيقولوا انه رح تخسروا 3 نواب، البعض بيقولوا رح تخسروا اقل، البعض بيقولوا رح تخسروا اكثر، شو؟ ما يعني ما نحن مش من اللي بنأخذ كثير بالاستطلاعات الرأي، مش كثير بنأخذ فيها. ايه بس الا يزعجكم هذا الامر؟ يعني لما بيكون واحد عنده كتلة معينة بيطلع بسبب هالقانون خسران؟ طبعا يزعجنا طبعا يزعجنا، ولكن هاي برجع بقول لك خففنا من مضار هذا القانون، خففنا من مضار الجنوح السياسي الذي كان قائما في بداية التسوية التي حصلت، بأنه التعامل معنا على قاعدة تخفيض حجمنا بالنظام السياسي وتخفيض مكانتنا من النظام السياسي. من كان رائد هذا التعامل؟ خلص صارت ورانا هلا. طيب ورانا، بس الواحد من عبر الماضي بيستفيد. يعني استفدنا، ما تحمل هم، استفدنا وواثقين انه الانتخابات النيابية القادمة ستثبت لمن كان واهما بانه لا يمكن محاصرة وليد جملاط، ولا يمكن تخفيض تمثيل وليد جملاط، ولا يمكن تخفيض المكانة التي يمثلها وليد جملاط بالنظام السياسي. المكانة عال، بس نجحوا بتخفيض عددكم ومحلات تانية حررونا. من شو؟ من كثير من الاعتبارات بالتحالفات. بس عم ينقال انكم عم تسعوا لتحالفات شامله ولوائح ائتلافيه تحت عنوان المصالحه. يعني بدائره شوفوا علي يقال ان وليد بايك يتمسك بطرح تشكيل لائحه ائتلافيه، ولحد هلا ما في اجوبه نهائيه من القوى السياسيه. لا ما بيتمسك. اعلن وليد جملاط من خلفيه حرصه على المصالحه انه ليش ما بيكون في لائحه ائتلافيه بالجبل. طيب اللائحه الائتلافيه قصده مين بده تضم بشوفوا علي؟ مين ومين كاطراف؟ تيار الوطن الحر، تيار المستقبل، القوات اللبنانيه، الجماعه الاسلاميه، الحزب التقدم الاشتراكي، حزب الكتائب، حزب الوطنيين الاحرار، الشخصيات المستقله. طلال ارسلان اكيد، الامير طلال. طيب مين اللي بعد ما عطي اجوبه نهائيه؟ ما في أجوبة نهائية، لأنه بتصور أنه في حسابات سياسية لدى بعض القوى. مين يعني الطرف يلي ما كتير أبدى حماس أو يلي ما؟ لأنه مثلا الأسبوع الماضي كان النائب جورج عدوان ضيفي حكي أنه هني
كمان يسعون او متحمسين للائحه ائتلافيه وتضم كل الناس والاخري. طيب فاذا مين الطرف يلي ما كتير متحمس او بعد ما رد جواب؟ بعد ما عندنا اجوبه نهائيه، ولكن لحد اللحظه ما مبين انه في اتجاه فعلي للائحه ائتلافيه. والسبب هو موقف التيار الوطني الحر؟ مش ضروري، بتصور في حسابات سياسيه عند كثير من الاطراف بتقول انه ممكن باللائحه الائتلافيه يتقيد خطابهم السياسي او يتخفض حجم تمثيلهم السياسي، بفضلوا يعملوا المعركه لانه بالنسبه لهم المعركه مش انتخابيه، المعركه سياسيه كمان. في حال ما صار في لائحه ائتلافيه وهذا هو المرجح، انتم رح يكونوا مين حلفائكم؟ تيار المستقبل والقوات اللبنانيه يما مين؟ اللي بقدر اقوله انه العلاقه كما قلت مع تيار المستقبل ممتازه وتتطور ايجابا، والاتجاه ذاهب الى تحالف بيننا وبين تيار المستقبل. هذه نتيجة المداولات الأخيرة بين الرئيس الحريري وبين نائب وليد جنبلاط. اللي بيقدر يقولوا أنه العلاقة مع القوات اللبنانية ممتازة، ونحن نحفظ لهم أنهم أدوا دورا كبيرا بحفظ المصالحة وبالتصدي لكل محاولات التملص منها أو التخلص منها أو الطعن فيها أو الإخلال فيها، لعبوا دور أساسي. وكمان الوجهة بأنه يكون في تفاهم انتخابي نحن والقوات اللبنانية، هذه الأمور الثابتة حتى اللحظة. إذا الحزب التقدم الاشتراكي، تيار المستقبل، القوات اللبنانية، لائحة تشوف عليه. مش ضروري برجع بقول لك نحن لا زال طرحنا هو الطرح الائتلافي. فهمت، بس إنه البديل عن الطرح الائتلافي هو الثلاثة. الكتائب شو رح بيكونوا؟ كمان الكتائب شريك أساسي والمصالحة وحريصين على العلاقة معه والتفاهم معه. ممكن يركب إنه الكتائب والقوات بنفس هيدا؟ ما في شيء بعيد بالبلد، ما في شيء مستبعد له. طيب خليني أنتقل لعندك على البقاع الغربي. في مقال من أكثر ب 16 تشرين الأول بالمدن، عنوانه الحريري لجنبلاط أيا كان إلا أبو فعور، ريتو؟ سمعت فيه مقريته. سمعت فيه، أوكي. قال إنه منذ خلاف مع الرئيس سعد الحريري قبل الاستحقاق الانتخابي، الاستحقاق الرئاسي يعني، تحدثت معلومات أنه الرسالة المغلوطة قال اللي نقلتها أنت من السعودية أنها لن توافق على وصول العماد عون، وهالأمر ورط الحريري ورط وليد بيك بمواقف دفعتهم إلى ما بعرف شو، أنه معلومتك كانت خاطئة أو لغاية في نفس أبو فعور، هيك المقال بيقول. صار في علاقة متوترة بينك وبين الرئيس الحريري، والرئيس الحريري أبلغ وليد بيك شخصيا بأنه ما بده وائل أبو فعور بالبقاع الغربي. إذا الرئيس الحريري هيك بده أنا موافق، والري ووليد باك ما بيزعلوا. مش صحيحة. ما بتستحق التعليق يعني. أنت مرشح الحزب التقدم الاشتراكي بالبقاع الغربي بال 2018 بأيار؟ إلى أن تعلن الترشيحات رسميا، الاتجاه هيك. الاتجاه هيك. طيب بعد الفاصل الإعلاني بيبقى أني أسألك بالقسم الأخير من حوارنا عن موضوع تعويضات لمزارعي البقاع الغربي، وهذا ملف بهمك. بدي اسالك عن البقاع الغربي، مساله الزراعه بشكل عام. اكيد، لانك انت كمان يعني صرف التعويضات للمزارعين كان في كمان، وجهت شكر للرئيس الحريري لانه عمل هالامر هيدا. بدي اسالك كمان عن موضوع العسكريين المتقاعدين، لانه صار في ضغط علي كل النهار. على كل حال قضيتهم يعني انا بحييهم، بس اجاني عده اسئله ورسائل عبر التليفون وعبر الفيسبوك. يمكن تسالني عن العلاقه مع الرئيس بري. ما بدها سؤال، اسم الله يعني، ما بدنا نحسبكم. سالت وجاوبت. سالت وجاوبت. واضحه يعني. هيدا غريب، بس هيدا الحلف يلي مستمر من 40 سنه لليوم هيك، يعني هالعلاقه بين وليد جنبلاط ونبيه بري علاقه في كيمياء غريبه عجيبه. شو السر؟ صديق الاصدق والحليف الاوثق. بس شو السر؟ السر انه هن عاشوا تاريخ هذا البلد، وانه هن بيعرفوا تاريخ هذا البلد، وهن من الحريصين على لبنان، ولديهم فهم تاريخي مشترك لتركيبة هذا البلد ولاتفاق الطائف ولكثير من القضايا اللي هن ربما عاشوها بشكل قريب، غير الصداقة الشخصية. وليد جنبلاط ونبيه بري هن من اللي صنعوا التاريخ الحديث في لبنان. بس في كتار عندهم يعني حرص على البلد، وفي كتار ساهموا بصنع تاريخ هذا البلد، وفي كتار ناس قدموا تضحيات لهذا البلد يعني. هلا بلا حسد، انت شو زعلك؟ مش زعلني، بس انه عادة الكيمياء الشخصية لها دور، ما هيك؟ نعم. يعني الكيمياء الشخصية لها دور بالامر يعني. الله يديم الوفق. ان
شفنا من قلبك وحياتك. بعد الفاصل الإعلاني هذه الملفات بدنا نتناولها، الوضع الزراعي، السلسلة بالنسبة للعسكريين المتقاعدين، وبدي أحكي عن موضوع النازحين كمان. يعني وسط كل الاقتراحات يعني ما عم بيوصلوا لحل، يعني اللجنة تبع النازحين عم بتأجل اجتماعاتها، ما بعرف ليش. بعد هذا الفاصل الإعلاني. معالي الوزير وائل أبو فاعول، أتابع هذا الحوار معك بجزء الأخير، بدي أحكي عن موضوع النازحين السوريين، بدي أحكي عن الزراعة وعن سلسلة رتب بالنسبة للعسكريين المتقاعدين. بداية بموضوع النازحين، في خطة وزير الخارجية جبران باسيل، في اقتراح الرئيس بري إفاد نائب إلى دمشق لحل هذه الأزمة، في مبادرة كتائبية من خلال زيارة النائب سامي الجميل إلى موسكو وقت اقترح أنه الروس يدخلوا طرف بهذا الأمر، في أيضا خطة الحكومة عارضتها أو وضعتها، في لجنة لازم تجتمع لهالأمر وعم بتأجل اجتماعاتها. هيدا الموضوع أو هذه الأزمة كيف بدها تلاقي طريقة على الحل؟ أنتم برأيكم كيف لازم تنحل؟ ما في مقاربة واحدة من الدولة اللبنانية، في مقاربة لا تزال تنطلق من مقاربات عديدة، كل مقاربة تنطلق من اعتبارات سياسية مش من اعتبارات كيف ممكن نعالج موضوع النازحين. في حدا بده يقوي موقع النظام، بده يرجع يفتح باب التطبيع مع النظام على قاعدة الحديث بموضوع النازحين كأنه النظام هجرهم تيرجعهم. يعني نحن ما بنعرف انه بحمص مثلا تم حرق السجل العدلي وتم حرق السجل العقاري، ليه؟ كرمال الناس اللي فلوا ما يرجعوا. اللي حصل تهجير منظم، اذا ما صار في موقف دولي ضاغط باتجاه انه يترجعوا ما راح يرجعوا. وبنفس الوقت المقاربات اللي عم بتصير هي مقاربات، نحن هاي ازمتنا من لما نشأت موضوع النازحين لليوم بعدنا عم نضيع بالمقاربات ولن يكون حل. هناك حل قناعتي السياسية، نحن كنا بموسكو من وقت قريب، مع كل تقديري لكل الجهود التي تبذل هون وبرا، لن يكون هناك عودة للنازحين قبل حل سياسي في سوريا. إيه طيب، وإذا الحل السياسي تأخر وإذا الحل السياسي ما أجا بدنا نضل حاملين هالعبء؟ يعني هداك اليوم كانوا عم بيحطوا بي، يعني كان في مقال أو كان في موضوع بصحيفة الجمهورية إنه في 260 ألف ولادة خلال 5 سنوات، هول الولادات المسجلين. يعني تخيل انه 260 الف ولد سوري خلقوا بلبنان خلال 5 سنوات، هيدا عدا عن اللي موجودين والنازحين والاهل. يعني الاحصاءات اللي بيخبروني اياها بالمنطقه والشباب بوزاره الشؤون الاجتماعيه وباليون اتش سي ار، بالبقاع في 32 الف ولاده سنويه، وبالبقاع هو 40% بس من النازحين. يعني بالبلد في حوالي 65-66 الف ولاده سنوية بلبنان. هاي هي يعني بخمس سنين بتطلع بتطلع صوب 300 ألف. طب هذه أزمة لا يستطيع البلد أن يتحملها. يعني حتى لو كان الحل التحدث مع النظام، يعني بيحرز هذا الأمر حتى نخلص سؤال من هذا العبء. هن عم يحكوا مع النظام، لك شو نسألينا؟ هن عم يحكوا يرجعون. ما هن هاو هربانين من النظام. كيف رجعوا النازحين على حلب؟ رجعوا على حلب النازحين اللي هن وافق عليهم النظام واللي قبلوا ينزلوا يعيشوا تحت شروط النظام. رجعوهم، كان في شرطة عسكرية روسية وما إلى هنالك. كيف رجعوا بعض النازحين على القرى المتاخمة للحدود اللبنانية؟ رجعوا ناس تم انتقاؤهم بالأسماء من الذين أخذوا قرار بأنه يدينوا سياسيا للنظام. ولا يمكن للنظام أن لا يمكن النظام أنه يسمح بعودة النازحين، ما هو هجرهم تيخلص منهم، مش هجرهم تيرجعهم. بكل الحالات اذا حدا عنده هلا شو ناطرين تيحكوا مع النظام، ما بيحكوا معه، يروح يحكوا معه. بالنسبه ل يعني حتى كمان اللواء عباس ابراهيم قال انه هو على اتم الاستعداد لتنفيذ اي مهمه تنسيق بين البلدين يكلفه بها مجلس الوزراء لمتابعه ملف النازحين مع السلطات المعنيه بسوريا. هلا تيكلفوا مجلس الوزراء موضوع التنسيق مع النظام، بفتكر هذه ماده خلافيه داخل مجلس الوزراء، ولكن الا يمكن ان يشكل هذا جزء من الحل؟ جزء من الحل. يعني بتصور ما حدا بيكون عنده مانع على تكليف اللواء عباس ابراهيم. بس كقناعتك السياسيه بتلاقي انه هذا الملف راح يضل قابع؟ انا رايي هذا الملف راح يضل قابع كمشكله بلبنان. علينا ان نتعود على انه سنعيش طويلا مع هذا الامر الى حين ايجاد حل سياسي بسوريا. انت ممكن يتحول الى امر دائم، يعني كما حصل مع اللاجئين الفلسطينيين. اذا وفق شروط النظام أكيد سيتحول إلى مشكلة شبيهة بمشكلة الفلسطينيين في لبنان، ولكن إذا ما كان هناك حل سياسي متوازن فممكن يعودوا لسوريا وما بيعود في أي وجه شبه بين وضعهم وبين وضع الفلسطينيين. بس السؤال الأساسي، هالبلد كيف بده يتحمل؟
هون بيقودنا لنقاش ثاني، كيف يمكن أن يكون هناك عملية تنظيم لهذا الوجود اللي هو وجود مؤقت بشكل أنه يخفف العبء على المواطن اللبناني، وبنفس الوقت كيف ممكن نشتغل عمل بصمت دون هذه التصريحات اليومية اللي صارت هي مادة تحريض بين اللبناني وبين السوري؟ يعني شو عم نعمل هلا نحن؟ كلنا بنطلع بنهاجم النازح السوري وبنحرض اللبناني على السوري، وبنفس الوقت بطريقة عكسية عم نحرض النازح السوري على اللبناني. هذا الاحتقان ممكن يؤدي بلحظة معينة إلى انفجار الخلاف بين اللبناني وبين السوري. نحن إضافة إلى وجود النازحين بحاجة كمان نعمل هذا التوتر الذي لم يعد يمكن احتوائه بكثير من المناطق بين السوري وبين اللبناني. إذا في حلول نتفق بالحكومة اللبنانية على مقاربة مشتركة ونروح نعالجها، وحاجة الاستغلال الانتخابي والسياسي لهذا الأمر، وكأننا نريد أن نصنع مجدنا السياسي بالتحريض على النازح السوري. خليني انتقل الملف الزراعي وملف السلسلة بموضوع التعويضات للمزارعين. يعني كان عندك تحية أو شكر للرئيس الحريري لصرف التعويضات لمزارعي البقاع الغربي. موضوع المزارعين، هل توليه الحكومة حقه من الاهتمام؟ يعني في الزراعة مشكلة، يعني قصة أساسية يعني وشق اقتصادي أساسي. أنا بشكرك على طرح هذا الأمر. الموضوع مش موضوع تعويضات ومش موضوع مزارعين البقاع الغربي، الموضوع موضوع الزراعة بشكل عام بلبنان، الموضوع موضوع المزارعين في كل لبنان. للتذكير فقط، حوالي 30% من اللبنانيين يعتمدوا على الزراعة. إذا ما كانوا مزارعين بشكل مباشر، هن اللي بيعيشوا على ضفاف الزراعة بالبلد بيستفيدوا من المزارعين، من حركة الزراعة، من الأعمال التي ممكن أن تنشأ على ضفاف الزراعة. تاريخيا للأسف كل السنوات الماضية تم إسقاط الزراعة والصناعة وكل القطاعات المنتجة من ذهن الدولة في لبنان، من ذهن السلطة السياسية، واقتنعنا أن نحن بلد خدمات وبلد سياحة وبلد أخرى. وعند أول ضربة كف تتبخر الخدمات وتتبخر السياحة والأزمة عندنا ضرب الكفوف كتير، يعني دائم عطول في مشاكل وعطول. نحن عايشين بوضع أمني أساسا مش سهل، كان من ناحية الحدود الفلسطينية أو كان من حدود ما نشأ بسوريا. طيب اليوم كان عندي لقاء مع بعض المزارعين، مع عدد كبير من المزارعين بالبقاع الغربي، واستمعت مش للناس اللي بيحكوا باسم المزارعين، مع تقديري واحترامي لهم، مش للهيئات، استمعت لمزارعين بشر عايشين بالسهل. مزارع عايش بالسهل عم يحكي معاناته. في مأساة حقيقية بالزراعة بلبنان، وفي نكبة حقيقية على المزارعين. شو المطلوب؟ مطلوب إجراءات جذرية من قبل وزارة الزراعة، أو خطة حكومية أو شو؟ على المدى البعيد أكيد نحن بحاجة لخطة حكومية، بحاجة لخطة حكومية مدروسة تبلش بالعلاقة بدور وزارة الزراعة، بدور العلاقة مع المزارع، بنوعية الزراعات، بالرزنامة الزراعية، بالإرشاد الزراعي، بإيجاد أسواق خارجية، بالبحث عن أسواق، بحماية الإنتاج المحلي. بنا خطة كثير كبيرة. هلق بالعلاجات السريعة، المواسم على آخر، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة وكرامة عيش المزارع اللبناني، إن كان بعكار أو كان بالبقاع أو كان بأي منطقة لبنانية. لتعويض ما يمكن تعويضه يجب اتخاذ إجراءات حقيقية سريعة. أولا إجراءات حماية سريعة. كل صنف لازال هناك إنتاج إله في لبنان يجب منع دخوله إلى لبنان، مع احترامي لكل الاتفاقات، تيسير عربية وتعسير عربية وغيرها. حماية الإنتاج الزراعي، حماية الإنتاج، منع دخوله. ثانيا منع التهريب. التهريب مفتوح. طيب حدا بيهرب شغل صغيرة، إنه على مطار بيروت نحن بنكمش، إذا تليفون مهرب بينكمش. طب كيف بيمرق كونتينرات بالعشرات لبالمئات عن الحدود الشرعية ما حدا بيشوفها وما حدا بيعرف فيهم؟ وين دور الجمارك؟ وبعرف الجمارك هلا عم بيقوموا بجهد جديد وفي عمل في إدارة جديدة. في إدارة جديدة. وين جهد الأجهزة الأمنية الباقية؟ طب أنا ما قدرت أكمشوا على الحدود، ما بقدر أني أروح على السوق وأعرف بالحد الأدنى غرم أو صادر أو امنع بيع البندورة السورية متلية الأسواق اللبنانية وغيرها من الأصناف اللي عم تتهرب على لبنان. يعني حماية التفاح اللبناني نحن مش عارفين شو بدنا نعمل فيه، عم يكسد وعم نكبه ونحن بنستورد التفاح من أوروبا. طب وين يعني وزارة الاقتصاد؟ وزارة الاقتصاد إذا في علبة دخان مهربة اليوم، خليها أحد المزارعين، خلي إذا في علبة دخان مهربة بمحل بتروح تنبشها وتعمل غرامة، مش قادرة وزارة الاقتصاد تفوت على أسواق الخضار الأساسية وتعرف الخضار المهرب وتمنع وتحمي المزارع؟ نحن بحاجة لإجراءات جذرية وسريعة، ومش على قاعدة الدعم، بعدين مش على قاعدة بس التعويضات، بعدين الدعم
الدعم اللي عم يتقدم للتصدير للخارج 60 ليرة و70 ليرة على الكيلو بحاجة لإعادة النظر بالدعم، لأنه نحن عشنا بالوزارات وكنا بالوزارات وعلى طاولة مجلس وزراء وعارفين الأزمة المالية اللي عايش فيها البلد، بس ما تابع قرارات مجلس وزراء اللي عم تطلع مؤخرا، ما شوف المليارات كيف عم تطير. نعم معالي الوزير، بالنهاية بدي أسألك عن ملف العسكريين المتقاعدين وحقوقهم. يعني هؤلاء العسكريين المتقاعدين يلي يعني تعبوا وخدموا بالجيش وهلا تقاعدوا، عم بيعتبروا انه هن لحقهم اجحاف بالنسبه لموضوع سلسله الرتب والرواتب، وانه قسطوا لهم هالسلسله على 3 سنين بالوقت اللي في اموال موجوده وفي ضرائب انفرضت على الناس لتمويل السلسله. ليش معنى انه هن هيك انعمل فيهم؟ بعرف شكواهم وانا التقيت فيهم، التقسيط املته الظروف الاقتصاديه، وكان يعني كان الكل بيتمنى بما فيهم الرئيس بري اللي كان هو الحريص اكثر يعني الناس على اقرار السلسله انه يندفعوا مره واحده، بس الاوضاع الماليه للدوله حكمت بانه يكون الامر على هذه الشكله. وعلى كل حال الظلم عندهم، والظلم هون كمان ذكرتني بدي احكي عن عشرات لبل مئات الخريجين والخريجات اللي نجحوا بمجلس الخدمه المدنيه، ان كان محاسبين بالادارات العامه او ان كان بمأموري الاحراج او ان كان بوزاره التربيه، وبعد ما بعد ما طلعت المراقبين الجويين بالمطار. يعني تخيل قديش هالامر حساس انه ممكن لا سمح الله يصير كارثه باي لحظه، وغيرهم 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 اللي ما عم بيتعينوا بقرارات سياسيه تعسفيه تحت عنوان التوازن. يلغوا مجلس الخدمه المدنيه باعتباره المؤسسه الوحيده الجديره المحترمه اللي بعدها عم تعمل او التزموا بنتائجه، بتكون طبقنا ساعتها الاصلاح بابهى صوره. يا احترموا النتائج وما تعاملوا هول الشباب اللي قدموا على قناعه انه هاي الدوله ممكن تنصفهم، ونجحوا بمسابقه مش بس بامتحان، بمباراه، انصفوهم والحقوهم بالادارات. أنا بدي أشكرك معالي الوزير وائل أبو ثور على هذا اللقاء اللي كانت مواضيعه وعناوينه عديدة ومحاوره عديدة وأسئلته كثيرة وجواباته سريعة. أنا بدي أشكرك، أهلا وسهلا فيك، وبعرف أنه بالمدة الأخيرة إطلالاتك كانت قليلة، فشكرا لأنك لبيت الدعوة. أهلا وسهلا فيك وإلى اللقاء. شكرا لك. مشاهدينا بعد الفاصل الإعلاني رح أنتقل لأحكي عن موضوع الأزمة بالمدارس الخاصة، موضوع الزيادة لمعاشات المعلمين والأساتذة في التعليم الخاص، موضوع الإضراب الذي سينفذه الأساتذة في 2 الشهر نهار الخميس، مع نقيب معلمين المدارس الخاصة رودولف عبود وعضو الهيئة التنفيذية للأمان العام للمدارس الكاثوليكية ليون كازلي مباشرة بعد هذا الفاصل. وأتابع هذه الحلقة من الأسبوع في ساعة في الجزء الثاني من هذه الحلقة، المدارس الخاصة بين حقوق الأساتذة والمعلمين وزيادة الأقساط والإضراب المرتقب ب 2 تشرين الثاني، مع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود وعضو الهيئة التنفيذية للمدارس الكاثوليكية للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ليون كالزي. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذ كالزي. الله يسلمك. نقيب مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. ب 2 تشرين الثاني نهار الخميس دعيتوا لتنفيذ اضراب تحذيري، اعتصام بمراكز فروع النقابه، احتجاجا على عدم دفع رواتب المعلمين بالقطاع الخاص على اساس سلسله الرتب والرواتب ومحاولات قضم حقوق المعلمين. بالنسبه لكم، تعتبروا انه ادارات المدارس هي التي تقدم حقوقكم، او الدولة من خلال سلسلة الرتب والرواتب لم تلحظ حماية كافية لحتى أنتوا تحصلوا على حقوقكم؟ لا، الدولة والمجلس النيابي شرع قانون عم نطالب فيه صرنا أكثر من 6 سنين لهلا، بس في المادة 46 والمادة 661 والقانون 46 والقانون 661 وعم بيكون في تفسيرات متضاربة. هذه هي يعني أنتوا بالنسبة لكم كيف يعني مين اللي عم بيقدم حقوقكم؟ مين اللي عم بيتطاول على حقوقكم ومكتسباتكم؟ هلا انا بعرف وهيك مربيني بي على القليله انه في قانون بدي احترم القانون ولازم يتطبق هيدا مش يعني اراء اذا بدي طبق ولا ما طبق، مثل ما كنا عم نسمع بالفتره السابقه من وقت اللي اكر هالقانون 46 وبالتالي لا، القانون وجد ينفذ، وكان يقول لي نفذ ثم اعترض، مش اعترض وضلك اعترض. يعني المشكلة نحن بالنسبة لنا بنعرف انه قانون اكر والمعلمين بعد ما
نفذوا لهم هالقانون. لماذا؟ لماذا؟ شو شو الحجة؟ يعني أنتم بالنسبة لكم شو عم بيقولوا لكم؟ ليش ما عم ليش إدارات المدارس ما عم بتنفذ هالقانون؟ صح، يعني بتقول إذا بدها تنفذ القانون معلش، يعني كمان طلع حكي إنه كتير وأخذين حقوقهم لمعلمين وشايفينها كتير، يعني مع إنه ما بعرف بأي معيار بدنا نشوف القصة، بيقولوا إنه ما معهم وبدون يصيروا يعلوا الأقساط وكتير وعلى الأهل، ونحن اللي يعني عتلانين الأهل على القليلة قدهم تما نقول يعني أكثر. أنتوا بالنسبة لكم مصدقينهم إنه ما معهم ولا بتعتبروا إنه معهم وما بدهم يدفعوا؟ أنا رح أقول شغلي بكتير بساطة ايه؟ بعقلي أنا يلي بيعمم، يعني عم يعمم على حقيقة، عم بيعتم على حقيقة معينة. التعميم لا يجوز بكل الأحوال بما خصني وبما خص غيري. عم نقول هتا نشوف أوضاع المدارس، إذا في مدارس ومظبوط في مدارس أنا بقول لك الأطراف يلي عم ينحكوا عنهم، بس كمان هيدول أنا بقدهم استثناءات ما لازم توقف القانون، وكمان بنفس الوقت لازم يلتقى لهم حل، وكنا نحن كنقابة معلمين مستعدين نساعد، وعرضنا أفكار كتيرة كمان إن كان بوزارة التربية أو مع الاتحاد أو مع الأمانة العامة. رح أرجع لهالأفكار يعني بالنتيجة نحن بهمنا حسن تطبيق القانون وتنفيذه بقى. رح أرجع لاقتراحاتكم، ولكن قبل أستاذ كلزي بكل بساطة، ليش المدارس الخاصة، أصحاب المدارس الخاصة وإدارات المدارس الخاصة، ليش ترفض تطبيق القانون؟ ليش ترفض إعطاء المعلمين ما نص عليه القانون من زيادة بمعاشاتهم؟ كلمة ترفض مش مظبوطة، ما حدا بيرفض يطبق القانون وما بس حدا ما عم بيرفض تدفعون. لو ما هيك ما كانوا رح يعملوا اضراب. في فرق بين ترفض وبين شوف القابلية للتطبيق. كلمة الرفض يعني ايه. طلعت بيرفض. لا عم بقول لك النقيب انه طلعت كلمة الرفض من قبلكم، هلا استعملتوها يعني. لا يعني عم بيشير لموقف محدد ما قاله هلا، بس دائما بدك تشوف المشهد. رؤى لا جورج سألتني رؤى وين رجل؟ لا بدي أعرف شو الموقف المحدد. لك يا عبي رؤى لا سألتني جه لجوبة البيانات والتصريح. لا لا في محالة محددة عم بيشير إلى هاي، دائما منقول بدك تشوف المشهد كله، في تكست وفي الكونتكست. انت لما بيكون في احدهم بحضور وزير عم بيريد يسمع صرخة، خصوصا لما رحنا لعند رئيس الجمهورية قالنا ما صرختوا كفاية وما نسمع صوتكم، طيب يعني بتنفهم بهالكونتكست. واحد يقول يا شباب في مشكلة، فيك تفهمها بالحسنة وفيك تفهمها بطريقة تانية. إذا بالحسنة مش عم يتفهم. كيف فيكن ما تطبقوا قانون؟ يعني في قانون بكرة بيرفعوا عليكم دعوة. اسمعني خدني بحلمك. هو بيو علمه، أنا مسائب إن أنا شغلتي علم التربية الوطنية وكيف تصاغ القوانين وكيف تنتهي. نائب معلمين بس معلش اختصاص القوانين مسائب شغلتي. فأنت عندما تصوغ قانون، القانون هو منتج من البرلمان وهذا له معايير جودة، مش قال كل قانون أنتج هو قانون احترم المعايير وبالتالي إيه بالمنطق أو محترم. يا أستاذ كزي احترم أو محترم صار قانون نافذ، يعني ما فيك ما تنفذه وإلا طعن فيه. إذا كان عندك القدرة أنك تطعن فيه طعن فيه. مزبوط مزبوط، مشان هيدا ما حدا قال سأرفض تنفيذه. بس أول شيء بقول أنا القانون من حيث كونه منتج برلماني هو يخضع لمعايير الجودة، وبالتالي إذا كانت المعايير الجودة غير مستوفاة في القانون هذا بيحتم بفعل الحراك المدني الطبيعي والشعبي، أنه الشعب اللي هو مصدر السلطة واللي أعطاها وكالة للبرلمان يرجع يقول أنا هذا رأيي، وإذا نجح يقولها فعلا البرلمانات ترجع بتنخض وبتنهز وتعيد النظر. يعني شو بدك هلأ الشعب ينزل؟ هذا النقطة الأولى. ما شيء بعد أنا بعد عم جاوبك، ما حدا قال ما بدنا نطبق، وصح في دولة القانون أنا بعلم الناس تكون مواطن صالح أنك تحترم القوانين وتطبقها وتدلي برأيك فيها شو؟ ولكن إذا المنتج فيه عيوب ما هي النقطة واعترفت فيها الوزارة. بس صار قانون لك منيح، بس يعني صار قانون يعني أنت عم تخالف القانون. أعطيك مثل بسيط، القانون فيه مادة بتقول يعمل فيه فور تنفيذي ويعمل فيه بعد شهر حلا شو بتعمل؟ لا واضحة بعد مش واضح شيء رؤية. شو نقيب؟ شو نقيب؟ في خمس عم بقول لك في عيب وفي عطل بهذا القانون وما بده ينفذ. لا مش ما بده ينفذ. شو بدك تعمل معه؟ لا لا مش ما بده. شو بدك لكن؟ بس وصلني لأنه وقتنا مش كتير مرحلة. وصلني في التباسات في يقضي توضيحات. وصلني للنتيجة شو بدكم أنت؟ بدي يوضح الالتباسات. شو هي نقطة؟ في خمس نقاط
ست درجات هل تتوجب لأساتذة الخاص ولا لا؟ لأنه سياق القانون كله متجه لل معلش الأسباب. ثاني شيء قضية كيف نحتسب الزيادات بالنسبة للمتعاقدين. بيرد بند بسيط. النقطة الثالثة هل يتوجب المفعول الرجعي ولا لا؟ رابعة غلاء المشي رابعة رغم شئ إلنا بدأ سريان القانون دونك وفي شوية التباسات الدرجات التسعة الدرجة تسعة يعني أعطيك مثال مين بده لحظة مين بده يوضح مين بده يوضح هذه الالتباسات اللي بيوضح القانون يا قانون لاحق يا هون حسب النص في إمكانية لمجلس وزراء أن يعمل تظبيطات إذا اعتبر أخطاء مادية أو في شيء المستوى الأقل من التشريع اللي هو اللجوء إلى هيئة الاستشارات بوزارة العدل أو نائب ردا على ما يطرحه الأستاذ كلزي ماذا تقول؟ قانون فيه عيوب يعني أنا أوكي رح أعتبر هيك مزبوط. العيب اللي نحن منشوفه بهذا القانون هو تأخيره لمدى 5-6 سنوات وتراكم المطالب وتقاعس اللي كان لازم يكرر القانون من 5-6 سنين وكنا وفرنا أو يلي بده يعمل مؤشر غلاء المعيشي ويعطينا. نحن عم ننسى شغلة إنه والله هلا أخذنا هيدي الحقوق يلي نحن كمان ما بنعتبرها كاملة أصلا باللي عم نطالب فيها صاروا شايفينها كبيرة. أنا بس بسأل الرأي العام في حدا ما كان ناطر شيء اسمه قانون سلسلة ترتب ورواتب من 5-6 سنين إلا إذا في حدا كان معتبر انه ما رح نوصل. بس هيدا عم تحكيني بالعام انا بدي ردا على اللي طرحه الاستاذ كلزي. عم بقول لك في 5 نقاط تشوبها أو يعني في عيوب تشوب هذا القانون وفي 5 نقاط بدها توضيح وبناء عليه هن بيشوفوا شو بدهم يعملوا. ورأينا ورأي المستشار القانوني الاستاذ زياد بارود الوزير والمحامي الطويل العريض. انا بتصور بيكتب شيء استاذ زياد بارود منه مقتنع فيه. شو هاو النقاط استاذ جورج بكل شيء بكل وضع القانون خلق شيء اسمه قانون مبهم لأنه ما في نية بتنفيذه. أنا بالنسبة لي كمعلم القانون واضح جدا جدا. إذا أنا ما في مفعول رجعي لغلاء المعيشة ما في 6 درجات بعد شوي ما في غلاء معيشة بحد ذاتها ما في سلسلة بحد ذاتها بعد شوي رح نقول يا معلم شيل من جيبتك اليمين حطها بشمال وبتكون حصلت على السلسلة. ما بيصير نقول شيء. أنا القانون تنفذه معياري مش العبء المالي. في قانون بده يتنفذ في أعباء مالية حتى نبحث فيها. طيب منطلق شو اقتراحاتكم بالنسبة لأعباء المالية؟ يعني إذا هالإدارات المدارس عم بتقلكن أنا ما فيني أدفع لكم الزيادات بدون ما غل الأقساط أهين شيء هلأ بتصير فإذا مشكلتكم مع الأهل بدون يغل الأقساط على الأهل. شو الاقتراح؟ لو بدنا مشكلة مع الأهل نحن كمعلمين خطواتنا كانت أكثر من هيك بوقت أبكر من هيك. يعني النائب المجلس التنفيذي عم يدرس خطواته بتأني. إيه انت عم بتقول انه عندكم سلة اقتراحات شو هي؟ ما اكيد عطيناها بالمجالس وعطيناها لمعالي الوزير تناقشنا مثلا. ما خاصة بال 46 خاصة بتخفيف الاعباء عن المدرسة كمدرسة يلي بهمنا امر جدا. نحن هلا في شغلتين مهمين الاهل نحن حريصين انه وعم نتعاون معهم وعم نحكي مع اغلبيه لجان الاهل والاتحادات وان شاء الله يصير في اتحاد وطني على مستوى الوطن لانه بهمنا كمان وقت المنعمين بيكون في شيء غلط. انا طرحت سؤال واحد على المعنيين المسؤولين ان كان اتحاد او امانه عامه للمدارس الكاثوليكيه اللي بنحترمهم اثنيناتهم هل يا ترى نضمن انه كل مدرسه بلبنان خاصه منضويه او غير منضويه باثنين عم بتطبق ال 515 على مدى هالسنوات كلها وخصوصا باخر 5-6 سنوات تنعتبر بحتميه زياده الاقساط بكل المدارس. ما انا كمان في مدارس ما بهمني تستفيد من وضع عم بيطالبوا فيه وفي قسم منه محق الأمانة العامة أو المدارس المحترمة لحتى اللي تروح تعمل تكفي رسالتها وما تكفي التجارية. هل يعني عم ينحكى البعض بيقولوا أنه شائعات البعض بيقولوا أنه لا وقائع أنه صار في غلا أقساط يعني صار في زيادات على الأقساط بشكل عشوائي من قبل بعض المدارس أمتين وعلى أي مدارس الحكي؟ أي مدارس بشكل عام؟ إيه بشكل عام. شو عندكم المعطيات بخصوص هالشي؟ يعني صار في حكي عن زيادات 22% بإحدى المدارس السنة ولا الخمس السنة هلأ عن معلومات تفصيلية ما عندي لو ما أجتنا الداتا بعد السنة. بس بالمبدأ خلينا نقول في زيادات طفيفة تحصل نتيجة
التطور الطبيعي للمدرسة، لأنه الأساتذة بيزيد عندهم درجات، بيدخلوا نموذج تربوي جديد مكلف، هيدي إجمالا ما بتشكل مشكلة. 2-3-4% بيعرفوا أنه إذا أنا بدي طور في هامش طبيعي وعقلاني وضمن القانون. الزيادات اللي بيحكوا عنها وقت أنه هيدي الزيادات الكبيرة اللي ما لها مبرر طبيعي، وحتى هيدي قد تبدو كبيرة، ولكن إذا المدرسة كانت مش مستعملة كل الهامش المعطى لها بالقانون 515 وقررت أنها تكبر هامش المتاح لها قانونا واللي ما كانت عم تستعمله، كمان بتبين أنه زيادة كبيرة. بس لحظة ما تفوتني بهول المتاهات. لا أنا بدي أوصل لشغلة. لا بس هو مش متاهات. لحظة بدي أوصل لشغلة. صار في زيادات هالسنة ولا لا؟ ما على علمي. ما على علمي. ما على علمي. طيب. لأنه أولا لا لا خليني السؤال الثاني. منيح يعرف الرأي العام. هلا ما بيبين. لأنه حسب الـ 515 واللي كره هو شو الـ 515؟ هو القانون الذي يلحظ تنظيم الموازنات في المدارس الخاصة. هذا القانون بيقول أنت لما بتعمل السنة المدرسية بتبلش بتحط 30% على أساس شو اسمه قصة السنة الماضية، لأنه الموازنة بس لما بتنعمل بكانون التاني ببين القصد. أوكي. لأنه القصد عامل هل متغير هل مصيبت لإعطاء المعلمين والأساتذة الزيادات حسب قانون السلسلة، هل حتمي إجراء زيادات على الأقساط؟ حتمي المدرسة اللي مشتغلة صح حتمي. أي مدرسة يعني الشرط لحظة ايه. الشرط لتطبيق سلسلة رتب ورواتب للمعلمين ايه. هو زيادة الأقساط إجباري، هيدي مثل ساعة الشطرنج. هل بهون عليكم يعني تحميل العبء للأهل وللتلاميذ وخاصة بنص السنة؟ لو ما هيك كان تحركنا بغير طريقة وبغير اتجاه. أنا اللي عم أقوله في مدارس السنة زادت أقساطها، في مدارس وزعت سيركولير وفيها زيادات مثل ما صار بالخمس ست سنين مزيلة كرمال القانون او بس عم بقول لك لا ما على هلا هو ما وصل له الداتا، نحن وصلنا لانه في عنا هيك يعني الفكره وين. ما انا مش شايف حتميه زياده الاقساط عكسه لاستاذ ليون باي لا معنى. أنا ما بوافق بمدارس معينه في حتميه، بس انا حتميه اللي المدارس. عندي عم اقول مش بكل المدارس، هذا اللي عم اقوله. مشان هيك دراسه الموازنات، خليني اقول دراسه الموازنات اذا في شفافيه، وانا ما عم شكك إذا في شفافية، هيدول مفروض مستندات مقدمتهم المدرسة لمصلحة التعليم الخاص يا أخي، أو مصلحة التعليم الخاص بالوزارة أو الوزارة تقلنا كل الموازنات الواصلين لنا، ما تقلي لقلي تقول للأهل ايه. إنه هيدول صحيحة أنا بقتنع. شو بتعمل إذا طلعوا صحيحة؟ شو بتعمل؟ نحكي نحن وياه. شو بتعمل؟ بتقول إنه ما هل عبد الكنيه في حوار لحظة في حوار عند وزير التربية مع الوزير مروان حمادي، هذا الحوار هل هو مستمر؟ آخر حوار آخر جلسة كانت السبت مبارح. أوكي اتفقنا على عدة نقاط إذا بدك صار في تفاهم تما أقول اتفاق. أنا بتمنى شو رح يصير من هلأ للخميس؟ لا خميس نحن طلب حتم الإدراك، اتمنى معالي الوزير أنه نوقف. نحن عنا نظامنا مجلس تنفيذي بقرر جمعيات أساتذة. شو مقررين؟ مش على ذوقنا شو مقررين؟ نحن إضراب. إضراب خميس إضراب، ورح حدد ليه إضراب، وبطلب من كل المعلمين بغض النظر عن الوضع بالمدرسة لأنه في مدارس أعلنت عن رغبتها هيدا لقدام. نحن هيدا الإضراب جواب للي صار معنا من آب لأيلول لآخر تشرين. إذا بالتالي لا في شيء مرق، نحن كنا كتير عاقلين وأسمعنا كلام كتير من زملائنا عن حق عم يقولوه كمجلس تنفيذي انه نحن مطولين بالنا. هذا الاضراب 2-5 الخميس بده يصير ردا على عدم اعطائكم معاشات لايلول وبتشرين على اساس الزوجه هذا محدد. هلا بدنا نوفر للحوار مع بدنا نوفر بدنا ننتبه شو في خطوات بتشرين الثاني، نعمل كلنا على تفاديها، والتفادي بيكون بتنفيذ البنود يلي طلعت من لجنة الحوار بحضور وبرعاية معالي وزير التربية. هل مستعدين لتنفيذ هذه البنود؟ تمام. انت هالبنود في بند هنن خمس بنود البند الثالث منهم بيقول كل مؤسسة تشوف حسب واقع حالة تشوف شو بدها تعمل بالاتفاق مع الهيئة التعليمية. أنا بركز هلا هون رجعنا الواقع الحال مرة يعني هيدي تفسيرة حمال أوجه لا لا انت لا كل واحد شو واقع الحال تبعك. وبعدين البند الأهم برأيي أنا الضغط بشكل جدي على منشئ هالحالة اللي هو المشرع
تفضلي يا دولة احملي مسؤوليتك. العالم لازم تعرف انه شو الدولة، الدولة لازم تساعد في بلد خاصة يعني. يا استاذ جورج 70% الخاص بيمشي التعليم. ما المدارس الخاصة عم تجني ارباح يعني، وعم بتحدي سيدنا كمان بده وقت يا عم. الاقساط طويل، بيكون عندك ولد هالقد عمره 3 4 سنين بتدفع عليه، فيك تدفع عليه مليونين، 3 4 5 6 8 10 15، فيك تشرب فنجان قهوة ب 500 ليرة، فيك تشرب ب 15000. طيب كل مدرسة قد قدرتها، وبالتالي وبالتالي شو المشكلة؟ طيب ما زال نحن قبلنا بهذا التنوع، وقبلوا يا شباب اللي بيقدر يدفع مليونين روح على المليونين وثلاثة وأربعة وخمسة، بس هالأقساط هلأ بدها تزيد بين 25. على كل حال يعني هذه المشكلة رح نضل نواكبها بحلقاتنا وببرنامجها. لا بس في معطيات لازم تكون أعمق بقى بالتحليل للرأي العام يوضح له. بس أنا كرمالي ما بدي يصير في زغل قدام زملائنا، هيدا البند اللي نحط تعرف، بس يكون في لقاء في عدة أطراف، اوقات بيصير فيه مثل الكومبروميات مثل هذا. نحن همنا والبند الاول تنفيذ. انا عم اقول اذا زملائي بمدرسه مرتاحين راضيين مش مجبرين على يعني القبول بشيء، وعارفين الوضع بقلب المدرسه، انا ما عم بارك وما عم اقول انه انا مع هالتسويه كنيابه. نحن بس نعلن اضراب بنعلنه لكل المعلمين كيف ما كان الوضع، في شيء اسمه تضامن. نعم. اذا مرتاحين ايه، مشكلتي الوحيده توقيف تنفيذ القانون بكامل المدارس على كامل الاراضي اللبنانيه بسبب شيء نحن معترفين فيه، انه في مجموعه مدارس نحن بهمنا ما تتعسر ما تتسكر. طب والبقوه والمظلوميه اللي لاح على الكل. على كل حال انا بدي اتشكركم نائب المعلمين بالمدارس الخاصه رودولف عبود وعضو الهيئه التنفيذيه للامان العام للمدارس الكاثوليكيه ليون كلزي، بدي اتشكركم على هذه الاطلاله. بتمنى انه الحوار برعايه وزير التربيه يوصل لنتيجه معينه وتاخذوا حقوقكم بالوقت نفسه، المدارس والاهل ما يتحملوا الاعباء. شكرا لحضوركم واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. توازن وين وين سيتويشن. الى اللقاء الاحد المقبل.